صباح الخير، صباح العيد، صباح السعادة. تولهنا نصبح عليكم مشاهدينا بعد 30 يوم من الصيام والقيام، من مطلع الفجر حتى غروب الشمس. نودع شهر الرحمة ونستقبل أيام عيد الفطر السعيد، وننشر الفرحة معكم مشاهدينا بقلوب تملأها البهجة والسعادة. يسعد صباحك يا حسن، وعيدك يسعد مبارك. يسعد صباحك وعيدك مبارك ديالة. وفي البداية أيضا مشاهدينا اسمحوا لنا أن نرفع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك. وأنا كذلك بدوري أحب أهني دولة الإمارات حكومة وشعبا ومقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى دولتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. اليوم مدينتنا يا حسن ويا مشاهدينا بتتلون بأجواء العيد، اليوم بتتعلق الزينات وبتكثر الزيارات، وبنتحلى بأجمل العادات، وبيحلو الكلام بالمعايدات، وهناك كذلك من ينتظر اليوم بفارغ الصبر يجمع العيديات. أكيد العيدية من الأشياء المهمة، وأكيد عيدنا اليوم بتواجدي وأيضا معاك يا ديالة، وكما كنا خير رفيق معكم أحبتي الكرام في شهر رمضان، اليوم خصصنا لكم حلقة خاصة في العيد لننقل لكم أجواء من مدينة دبي إلى كل مدن العالم، لنبقى دائما وكما عودناكم في إطلالتنا سويا ومعا في العيد. معا في العيد. في هذه الحلقة جهزنا لكم حزمة من المواضيع والتقارير الشيقة والممتعة، واللي استطعنا من خلالها أن نسلط الضوء على عدد من الوجهات والمبادرات، ونقل لكم الكثير من المعايدات وبكل اللغات، لأن عيدنا هو الأصل إشاعة روح المحبة والألفة بين كل الناس. فأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير، وانت بألف خير. ما شاء الله عليك. تعددت المبادرات والفعاليات في شهر رمضان المبارك، واللي استطاعت أن تترك أثر واضح في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض دبي بهدف نشر قيم الألفة والمحبة بين كل أطياف المجتمع. نعم، ففي هذا السياق جاءت مبادرة مؤذن الفريج الأولى من نوعها، اللي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع فرجان دبي. هذه المبادرة شارك فيها أكثر من 300 طفل وشاب إماراتي بهدف تعزيز الروابط بين الأسرة والمسجد والحفاظ على الهوية الإماراتية والوازع الديني لدى طبعاً كل الموجودين، وتأهيل أبناء مختلف مناطق دبي من الصغار واليافعين ليكونوا مؤذنين في الفرجان وكل المناطق اللي يعيشون فيها. أكيد اليوم من الأشياء اللي نتحدث عنها أكثر عن هذه المبادرة ونتعرف عليها أكثر، يسعدنا أن نرحب في مستهل هذه الحلقة بعبد الرحمن عيسى المعلمي وأيضاً عمر عيسى المعلمي. يا هلا وسهلا، منو الأكبر الحين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، ايش حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ بخير. شو العيد وياك وشو سويت قبل ما تيجي الاستديو؟ قبل ما جيت الاستديو وين رحت؟ رحت صلاة العيد وخلصت، رحت ريق وحييت هني. جميل. عمر كنت وياه اكيد صح؟ هي. كل عام وانت بخير، انت بخير. من العايدين، فرحتونا وايد بالمبادرة اللي شاركتوا فيها في شهر رمضان، ما شاء الله عليكم. أصواتكم وصلت لكل قلوب الناس اللي سمعتكم. أنتوا كنتوا من اللي شاركوا في فعالية مؤذن الفريج. هي. ونحن حابين نبتدي حلقتنا اليوم بتكبيرات العيد. منو حاب أنه يسمعنا التكبيرات؟ عمر ولا؟ مع بعض زين. مع بعض. يلا مع بعض. حلو.
نبدأ؟ يلا تفضل. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما شاء الله عليكم، جزاكم الله ألف خير. كيف بديتوا ووصلتوا أنكم تكونون من المؤذنين؟ أول شيء يوم كنا نروح التحفيظ، المحفظ قال حق أمي وأبوي إن في مسابقة اسمها مؤذن الفريج، وأمي قالت ليش ما نشارك؟ يوم شاركنا رحنا مساجد دبي، وكان هناك في شيخ، فكان في مؤذن علمنا كيف نؤذن. ما شاء الله عليكم. جميل. عبد الرحمن، يعني شفنا بعد المبادرة ما شاء الله استلمتوا عيدية، استلمتوا ظرف في فلوس، شو سويت في العيدية؟ وكيف استقبلت هذه العيدية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم؟ أول شيء بشكر الشيخ هذا، الشيخ محمد والشيخ حمدان والشيخة هند، وانشروا الإسلامية. نعم. وهذا أول شيء قبل ما أشارك أنا قلت هذا أبغى أشارك عشان أنا ما أعرف أشياء عن الأذان، عشان أشياء بسيطة أعرف. وأول ما هذا رحت شاركت علمونا كيف نأذن، أذنت والحمد لله توفقت. الحمد لله. زين الفلوس شو سويت فيها الحين؟ أشوفك ودرت سالفة الفلوس، لأن بالي سالفة الفلوس شو سويت فيها؟ حاطنا هذا في الحصالة ونصه بشتري أشياء معه. ما عطيتنا عاد عيدية، أنت الحين المفروض توزع عيدية. نصها شو بتشتري فيها؟ ما أعرف بفكر. بعدك بتفكر صح؟ وأنت يا عمر شو بتسوي؟ أنا حطيت أكثر الفلوس في الحصالة والباقي حطيتها في بوكي. قلتي ما يمع العيدية معتها في العيد بفكر شو بشتري. ما شاء الله عليكم. أكيد هذه العيدية فرحتكم صح؟ كانت مفاجأة حلوة؟ هي. توقعتوها؟ لا. وهل هذه العيدية حفزتكم إن شاء الله أنكم تكملون على هذا النهج وعلى هاي القيم، وإن شاء الله ناويين تشاركون في المبادرات الجاية؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. منو مؤذنكم اللي أنتم يعني يكون قدوة بالنسبة لكم وتحبون تقلدون صوته كذي يعني؟ هذا أنا مو في، يعني في ناس، يعني عندي ناس، بس في واحد هو عمي اسمه فيصل المعلمي. ما شاء الله. هي هو بعد يأذن؟ يقرأ قرآن. ما شاء الله عليه. حافظين من القرآن شيء؟ هي. ما شاء الله. إيش كثر حافظ من القرآن؟ حافظ لين سورة نون. ما شاء الله. وأنت؟ أنا حافظ نص جزء عمه. نص جزء عمه. وايد حلو هالشيء ما شاء الله. أتوقع التربية تلعب دور جدا كبير يعني. صحيح صحيح. هذا الشيء اللي إحنا نأكد عليه اليوم، سواء من ناحية الأب ومن ناحية الأم، غرس هذه الأشياء في أبنائنا. وأعتقد أن اليوم هذه المبادرة جت في محلها، وتواجد 311 طفل هذا دليل على أن هذه الرسالة وصلت يعني لهم جميعا. أنتوا كنتوا 300 طفل موجودين في هذه المبادرة، كيف كانت يعني مشاركاتكم مع بعض، منافستكم الحلوة هذه على أنكم توصلون وتكونون مؤذن الفريج؟ تعرفتوا على طبعا أصدقاء جدد في هذه المبادرة، خبرنا عن هالشيء. أول شيء يوم رحت، معناتها أقول يوم رحت يوم عطونا العيدية، يوم رحت هناك أول شيء رحنا نصلي صلاة العيد، لا صخرة، صلينا صلاة الظهر، وعبد الرحمن أذن وقام ما شاء الله. وعقب ما خلصنا قالوا لنا نقول تكبيرات العيد، قالوا لنا نعيد كمان مرة، قالوا لنا عشان بيكون في عيدية. وعقب بعد شوي ذكروا الأسامي وعطوا حق كل حد عيدية. شوفي لا، وبعد غير شيء هذا ترى متسابقين بعد في الدراجات الهوائية يشاركون. عبد الرحمن، عبد الرحمن خبرني بعد الرياضة شو دورها في حياتك، وكم مرة تمارس رياضة الدراجات؟ الرياضة هي شيء في الحياة، إذا ما في رياضة يعني مو زين. وفي النادي الحمد لله متفوق. زين منو يسبق الثاني الحين في الدراجات؟ في الدراجات أنا، بس في الكرة هو والتسلق هو. الحين هو أقوى ولا أنت؟ هو الأقوى. أو أقوى ها؟ إيه. أنت هو العضلات وأنت المخ. وايد مهمة فعلًا الرياضة في حياة الأطفال، وإنه يبتدون منهم صغار يعني تكون عندهم هاي روح المنافسة
والوصول الى المراكز الاولى. حصلتي حد يوم تروحين دراجات حصلتي حد هذا حصلنا له عبد الرحمن وعمر. شو يعني لكم العيد؟ خبروني شو يعني لكم العيد وصبح العيد؟ العيد شيء حلو، معناته كلنا نتجمع اشوف اهلي ويعطوني عيديه فلوس. سو العيديه مهمه عندكم في العيد. هي شو تحبون تحصلون كعيديات؟ فلوس. انزين اليوم انتم جايين حصلتوا بعيديات بعد في الدرب قبل وفي الصبح اليوم صباح العيد؟ هي الصبح حصلت من ابوي. انزين وعبد الرحمن؟ انا هذا العيديه بعد نحن احلى شيء نروح بيت عائلتي ونشوف عائلتي كلهم وتيم نكون مستانسين الحمد لله. الحمد لله. هو سؤال ما ادري هم تريقوا وتريقتوا اليوم الصبح؟ ايه. شو كلتوا على الريوق؟ كليت فول ومحلى مع نوتيلا. محلى ها؟ محلى مع نوتيلا. نوتيلا ويا نوتيلا. الله. عبد الرحمن منو يعطي اكثر عيديه، الوالد ولا الوالده؟ نفس الشيء. ها؟ نفس الشيء؟ هم يتجمعون اثنين التم. ايه. منو اللي شجعك اكثر على انك تروح هذه البادره هذه؟ امي وابوي. اثنين التم ها؟ ايه. صراحة نحن نشكرهم شكر خاص لأن فعلا هذا الوازع وهذه القيم تبدأ من المنزل، تبدأ من الأم والأب. أنا أحب الحين أني أسمع منكم شكر للوالدة وللوالد، شو بتقولون؟ شكرا أمي وأبوي على كل شيء. شكرا تحملتونا في كل شيء ونستانس معاكم. جميل جدا، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله أكيد التوفيق والنجاح دائما، ونشوفكم إن شاء الله مؤذنين وتأمون في المساجد وتكونون دائما متميزين وتكونون أنتوا قدوة حق زملائكم وأقرانكم أيضا اللي من نفس أعماركم اللي كانوا موجودين. شكرا لكم جميعا، وطبعا الشكر أيضا موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اللي أطلقت أيضا يعني حزمة رمضانية من البرامج والفعاليات ضمن حملة رمضان في دبي بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي. مدينة إكسبو دبي من الأماكن المبهرة التي احتفت بالتراث الإماراتي ورسخت مفهوم الهوية خلال الشهر الفضيل، فوشحت شرطة دبي هذا المعلم العالمي الذي شهد أجمل وأفضل معارض إكسبو في العالم بمدفع يطلق عليه مدفع رمضان. ولكن ما لا يعرفه الكثير هو أن مدفع رمضان هو كذلك مدفع العيد. يطلق نجم ساحة الوصل الذي أضاء حي رمضان ذخيرة واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد، احتفالاً بقدومه ومعلناً افتتاح مهرجان الفرحة. قوة الصوت يبلغ مداها 10 كيلومترات، ولكن مداه الثقافي يضرب في أعماق التراث، شاهداً على أن الزمن لم يغيب العنصر التراثي الأصيل. يعني أمية فلس كانت تفرحنا يوم كنا صغار، الحين أطفال الحين لا، أطفال الحين غير. يعني إحنا عندنا في الزمن ذي حتى 500 فلس لا ما تعجبهم، يبون الدينار ويبون اللي هو العشرة درهم ويبون الأمية درهم. فهل هذا هو حال العيدية؟ يتساءل البعض، هل ما زال للعيدية ذلك الأثر الذي كان في الماضي؟ وهل تأثرت بالتطور الذي شهده المجتمع الإماراتي والمجتمع الخليجي عموماً؟ التراث الإماراتي هو امتداد للإرث الإنساني، ومن هذا المنطلق ومنطق تمسك الإماراتي بموروثه الشعبي واعتزازه بتراثه المادي وغير المادي، تجتهد مؤسسات الدولة عن طريق الرعاية الرسمية أو المبادرات الطوعية
في إذكاء روح الاعتزاز والانتماء، من بينها دبي للإعلام التي أطلقت مبادرة تحت شعار عيدية جديدة لأحلى عيد، والتي وفرت أوراق نقدية جديدة للعيد من مختلف الفئات. أكيد بكل تأكيد العيدية لها أثر كبير في نفوسنا نحن. يعني بالنسبة لي أنا أرجع للذاكرة يمكن لـ 2010 هي آخر عيدية استلمتها صراحة يمكن، وكانت من جدتي الله يرحمها. نحن كنا متعودين لين 2010، تخيلي يعني أنا كنت أستلم العيدية، لأن لها طابع خاص جدا هذه العيدية. هي ما بقيمتها بكل تأكيد، بمعناها، بالمحبة، باللحمة اللي تصير بين أفراد المجتمع أو أفراد العائلة الوحدة. طبعا العيدية لها فرحة للكبار قبل الصغار، وإحنا طبعا نحرم نفسنا سوايد على العيدية. أنا إذا ما أعطاني زوجي عيدية أزعل. شوفي العيدية هي رمز للجود، للعطاء، للمحبة. نحن بهذه الطريقة نعلم أطفالنا بعد خروجهم من هذا الشهر الفضيل أن ما زال العطاء يبقى موجود خلال طول أيام السنة. بهذه الطريقة نزرع الفرحة بين الأطفال والكبار. أنا إلى الآن أخذ العيدية من الوالدة الله يحفظها، وبالمقابل أعطي الصغار عيالي العيدية. الاحتفاء بمفهوم العيدية والتراث عموما هو العمود الفقري من خلال البرامج التلفزيونية المتنوعة، وخاصة في شهر رمضان المعظم. كما يلعب الابتكار دورا مهما في ترسيخ مفهوم الأصالة على النحو التي تقوم به مبادرات فرجان دبي المجتمعية. عساكم من الله عطونا عيدية، حب وخير وسعادة عطونا عيدية. عساكم من الله عطونا عيدية، حب وخير وسعادة عطونا عيدية. حسن، أظني العيد بدون عيدية ما تستوي. أنا أشوف الأطفال في كل المناسبات إنزين يطلبون هدايا، صح. لكن إلا في العيد، شفتي حتى لما سألتي عمر، صح. شو قالت؟ قالت لا، العيدية الفلوس. سبحان الله، النقد لا تأثير. وطبعاً نحن بنسولف أكثر، بنعرف الفرق بين عيدية اليوم وعيدية الأمس، بنعرف أكثر عن ما الماضي في العيد وكيف تغيرت بعض الأمور. طبعاً نرحب وسعيدين جداً بوجود السيد حمد بن حمدان العود المطروشي، باحث في التراث، ونقول له مبارك عيدك وعساك من العايدين والسالمين. يا مرحبا بك. الله يبارك فيكم، وكل عام وانتم بخير. في البداية أود أن أبارك للقيادة، لرئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولاء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والأمة العربية والإسلامية، يعود عليهم إن شاء الله أعوام مديدة، وكل عام وأنتم بخير. وأيضا نبارك للناس اللي اليوم يشاهدونكم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تشوفون اليوم نتكلم عن الماضي وعن الحاضر، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعاً. آمين. لما يسعد الناس في هذه المناسبة الطيبة. ديالة، تراني أنا أنبسط لما أشوف ترى رياضيين معانا، وهو من الرياضيين ما شاء الله عليه حمد المطرش، طبعاً من الرياضيين القدامى في كرة القدم وألعاب القوى، فبالتالي يعني ما شاء الله متعارفين نحن. نعم نعم. الله يسلمك. خبرنا طال عمرك، وإحنا نتكلم اليوم عن العيد، ويعني شو اللي تغير قبل عن الحين في طقوس العيد، يعني وأجواء العيد وفرحة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعياد يعني الجميلة، واللي نسميها لا، الناس اليوم قد تكون فكر الأعياد الأول أنها بالعكس، الأعياد الأول لها لها وضع غير. ليش؟ لأن كانت الدولة أو في ذاك العصر كانت الدولة طال عمرك كلها بسيطة، وكانت كلها فرجان، وكانت كل يعني ما بنقول بس، ولكن كل منطقة في دولة الإمارات إن كانوا الحضر ولا البدو ولا البادية، الكل له طقوس. ولا يفكرون أن الطقوس هاي اللي موجودة في البادية واللي في البدو
ولا اللي عند الحضر، لكلها لها طعمها ولها ثقلها ولها في ذاك الوقت. فنحن عشناها هذا الكلام، أنا أتكلم عن قبل 80 سنة، أنا أكلمكم الآن عن عمر مضى 80 سنة. فهاي شو تتصور أنت قبل 80، اليوم جيل 3 أجيال يت صحيح من عقب هذا صحيح. فهذا كانت طال عمرك الأعياد لها وضع. الأعياد كانت مناسبة أول شيء دينية، المناسبة ثانيا أن هذه تسعد الإنسان بعد شهر فضيل خدت منه وراح عنك بكل يسر وما حسيت فيه. ورمضان كان في ذاك الوقت لا في تكييف ولا في مروحة ولا في شيء غير هالمهفة طال عمرك، وهذا الأشياء يعني البسيطة والبارجيل والبارجيل له ثلاثة. ما أدري الزيارات عمي تغيرت قبل ولا شو رأيك ديالي؟ يعني أول الزيارات كانت يمكن أكثر، والتقارب الأهل وتقارب الجيران كان في زيارات أكثر عن الآن. يعني يمكن البيوت نعم كانت مفتوحة أكثر على بعضها. طال عمرك الأعياد الأول لها أهازيجها وطرقها جميلة ما تنوصف، ولو بسيطة ولو كانت ولكنها كانت تعبر تعبير صادق، وليس التعبير اني انا بأجيب له وبدخل عليه، لا طبيعي في حياتهم الناس. وكانت الناس يعني عندنا مناطق في الدولة كلهم يعني ما، ولكن في دبي لما تجي الأول تجي العرصات، دبي فيها عرستين كانت فيها هذه الناس الأول يوم يقول لك أبا صبيعات أبا قبيط أبا بشمك أبا، يعني الناس تدجين الأعياد اللي يسمون المريحان. طبعا مريحان مالنا لو هو بسيط لكن جميل المواقف. كان عندنا الأولاد إحنا لأن العيد هذا أهم شيء أنت تعبر فيه بالأولاد والبنات اللي أيضا في المدارس اللي توهن بعدهم، الأولاد الشباب كذلك، الرجال الكبار يجون هناك ويقدمون العروض ويتباهون بأنفسهم كل فريج وكل هذا يبي يعرف نفسه إني أنا قدام هذه الأولاد. ولا هذا كله في العيد؟ هاي كله في الأعياد 3 أيام، هاي كله طال عمرك كله يصيحون عليك خلص خلص خلص، يوم يجيبون الأشياء الباجل والنخي والأشياء هاي الأول ما اليوم ما موجودة طال عمرك. فهاي طال عمرك كانت لها شوقتنا الحين للماجلة وللنخي البيض الملون ويسووا لك هذا اللي يبونها تخصص يعني. فكانت الأعياد بسيطة وعندك طال عمرك تقدم فيها الأهازيج، وخاصة بالمريحان الناس يتنافسون على البنات وعلى منو بيشطب هاي ومنو بيسوي، فتجد الناس بعد ما يسلمون على هاليتهم وعلى هذا المرة خاصة يبتدون يعني من الساعة 10. وعندنا مناطق مشهورة ولليوم لا زالت اليوم في دبي وعندك في الشارجة هاي الرولة التاريخ ما تنسى، عندك السدر في عجمان، عندك في رأس الخيمة مقيوين، كل حد عنده طالب، كل حد عنده مناطق مشهورة إلى يومنا هذه قائمة. ولكنها الناس العوائل لما تيجي العيد شوف أنت تدخل من تظهر من الصلاة سلمت على الشيخ كان موجود وياك في المصلى والناس كلها مع بعض، وسرتوا الميالس البارزة. طبعا عندنا الحمد لله ما كان في فروقات عندنا ان هذا التاجر وهذا مستد وهذا، لا كانت كلها طال عمرك المستد واللي هو عندهم غوص وخشب وميالس وغير، شو تجد شيء ما تتصوره. جميلة الروح جميلة، فتلاقيهم طيب. هذا بيروح عند نوخذاء ميلاس مفتوح، هك بيروحون عند نوخذاء مفتوح نعم. الفرجان هاي اللي موجود كانوا 3 ولا فريجين ولا، فتجد كل حد له خشبه ولا ميالسه ولا. وانت ما شاء الله اليوم زاير حسن وديال اليوم هذا حسن انا من زمان ويا وديال بعد ما يحتاج معروف كلكم باذن الله. انا ما ودي اظهر عليكم ولكن انا عندي الحمد لله يعني كثير من العادات والتقاليد والسنع بنتكلم عنها أكيد اليوم يمكن لربما الشكل تغير
لكن المحبة والفرحة والسعادة هي وحدة في قلوب الناس، وحتى في طريقة التهنئة. أنا أتوقع العيد والتهنئة والفرحة هذه هي وحدة، سواء كان في الماضي ولا في الحاضر. التهنئة هي أول ما نبتدي فيها مناسباتنا الجميلة، وبالتأكيد هي في يوم العيد دعوة للمشاركة بالفرح وطلب الخير والسعادة على الآخرين، وتعبير عن يعني فرحتنا وتمنياتنا للآخرين بأيام وأوقات سعيدة. نعم، تحت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي رصد الزميل محمد علي يوسف الاختلاف في كلمات التهنئة عبر الوطن العربي، واللي بنشوفه في هذا التقرير. عيد سعيد. عيد سعيد، كل عام بخير. كل عام وأنتم بخير، أجمل الأمنيات بالعيد السعيد. في فلسطين بنقول كل سنة وانت سالم. لي أصدقاء كثير في الإمارات، فديفرنت، مختلف اللهجات تسمعها بطريقة مختلفة يعني. كل عام وانت بخير، وترد عليه وانت بخير وصحة وسلامة، أو مثلا مبارك عيدك، عساك من العايدين والسالمين، وكل سنة وكل حول. مصر بتتل كل سنة وانت طيب، الناس كلهم بيردوا يقولوا انت طيب. أنا من لبنان، معادة عنا كل عام وانتو بخير، ومردوا عليه وانت بخير. كل سنة وانت طيب، وانت طيب، ده الرد. عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. احنا بنعيد في الجزائر بنقولوا صحة عيدك، كل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالصحة والهنا. للأقربون بنقول انه ينعاد عليك في حياتك وحياة والديك وحياة العزاز عليك، والعقيبة العام الجاي، السنة الجاية ان شاء الله. يا اهلا، احنا بالنسبة للعيد بالأردن احنا الكلمات اللي دائما مستخدمه كل عام وانتم بخير، بنرد وانتم بخير، عساكم من عواده، وهاي الكلمات الطيبه اللي بتكون تتناقل بين الاجيال بالاعياد عندنا. قلت لكم كل عام وانتم بخير، شو بتردوا لحكم؟ انت بألف خير. ان شاء الله عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والبركه. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله الله يعطيكم الصحة ويخلي لك أهلك وعائلتك يا رب. التطور في الاتصالات غير من أشكال التهنئة، فبين رسائل المواقع الاجتماعية والتي تنقسم إلى رسائل مصورة أو مكتوبة أو رسائل صوتية، وإلى اتصال هاتفي أو زيارة شخصية، تتوزع التهاني بين الناس. الفرق أنه مع الأسرة أنت بتقدر جهودهم خلال شهر رمضان المبارك، بتتشكرهم على جهودهم خلال شهر رمضان، وبتقبل الله، بتتمنى أنه الله يتقبل طاعاتهم وقيامهم وصيامهم، ويجعل أيامهم كلها أعياد ومناسبات سارة. أكيد مع الأهل اتصال ومنروح لعندهم، يعني هيدا شيء كتير طبيعي، ومع الأصحاب صورة معايدة. لا هذه بتحس لها مالها، يعني ما تحس بطعم العيد فيها، يعني تحس ان هاي الصوره مرسله للكل، يعني ما تعرف انت هل مقصود فيها، ولا هل انت معايدينك انت بالذات ولا للكل وخلاص. احنا بنحب ان احنا نعيد بالرساله وتبقى للشخص، يعني للشخص نفسه، ما يبقاش صوره عامه اللي هي سنتول. الاقارب القريبين يبقى رساله بالاسم او اتصال شخصي، لو كده عشان الأصحاب كتير لازم ممكن أبعت رسالة صورة فيها عيد مبارك وأبعتها لكل الأصحاب. بنعمل زيارة للأقربون اللي يقرب علينا في نفس المكان نفس الولاية، بنزوره، بنعمل زيارات ونعيد عليهم. اللي بعد علينا بنكلمهم تليفون، نعيد عليهم في التليفون أو نبعت لهم مسجات. اختلافات صغيرة بين عبارات التهنئة بين المسلمين بحسب بلدانهم، إلا أن الجميع يكاد يجمع على طقوس موحدة في العيد. هو البرنامج يبدأ من صلاة بعد صلاة الفجر، نروح يعني نحن والعيال صلاة العيد، نخلص من صلاة العيد نرجع البيت، نسلم على الأهل في البيت إذا كان الوالد والوالدة معك في البيت، أو أنك تسلم على العيال يعني إذا كنت أنت رب أسرة يعني، بعدها تروح تسلم على باقي أفراد العائلة. بين صلاة العيد وزيارة العائلة والأصدقاء تمضي فترة العيد في صلة رحم ومودة بين الأهل والمعارف والجيران، لتكون الأعياد فترة لتصافي النفوس والتعاون والفرح، يفرح فيها الصغير والكبير وهم يرددون كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك.
مشاهدينا وحسن، هذا التقرير ذكرني بشيء، رسالة وصلنا دائما قبل العيد بيوم فيها تذكيرات وكيف نرد على كل تهنئة. إذا قالوا لك عيدك مبارك شو ترد عليه؟ وإذا قالوا لك عساك من العايدين والسالمين شو ترد عليه؟ وصلتك هالرسالة؟ وصلتني هالرسالة ونتدرب عليها. لا الحين مشكلة بعد شو يوم بعد رمضان يوم واحد يشوفك يقول لك متنان متنان هذا من ضمن المعايد ما شيء يرد أكل الهريس أكل الهريس أكل الهريس هذه تمتن ايه اخوي حمد هاي الحين يعني اليوم تدريب على الكلمات السنع اللي لازم نحن نوصله على اولادنا الاوليه نوصل لهم نعم. هذه الاشياء لاولادنا وندربهم عليها على مدى السنين. والله اولا انا حقيقه قبل كل شيء بشكر التلفزيون دبي دائما لم يترك شيء، ولكن الاشياء فينا نحن وإلا الإعلام وتلفزيون دبي وما يقدمونه، بس الناس مو متفرغة ولا أنتم هم قصرين إيه؟ إنك كإعلام والقائمين على الإعلام في دبي شيء ما ينوصف، ولكن تبغى الناس يجب أن تعي لهذا الشيء وتضحي من أجل هذه الأشياء أساس أن نحن أي شيء يبونه نحن مستعدين بنروح لهم في أي مكان من أجل نلقي، لأن الإعلام مو مقصر ويبغى نعم. ولكن يجب من الناس اللي عندهم بوي حمد كيف أوصل الرد نعم. الرد اليوم كيف أدرب ولدي على الرد، شو اللي لازم يسويها من طقوس يعني في هذه الأجواء نعم. للطفل أنه يتدرب عليها من الآن. وهل التهنئة تغيرت حمي؟ هل التهنئة تغيرت عن قبل طريقة التهنئة؟ طبعا واجد فروقات. كيف تغيرت؟ الأول طال عمرك بسيطة الناس تعرفين علمهم وثقافتهم شو كانوا يقولون يعني قبل وحدة. شو كانوا يقولون لما تقول أنت كل عام أنت بخير مبارك عيدك معايدين والسالمين يعني اليوم لا شوي تطورت الفائزين والهذا وحط عليها ما شاء الله عليك اليوم من كل شيء نحن نقدر نعطي، لكن لو ولا كلمتين وردن وبسيطات ما نحتاج لها يعني واجد لا كل عام وانتم بخير عيدك مبارك العايدين وهكذا نعم. فانت طال عمرك الاول فعندك طال عمرك اليوم فكل النطق والاشياء مثلا اهل الباديه عندهم طريقه العيد وعندهم يتكلمون كلماتهم لهجتهم المحليه، عندك انت البدو ايضا عندهم لهجه شويه يعني فيها يعني فيها نوع من الحماس وفيها من الشقاية اللي تكون معايدة البدو. البدو شو يقولون؟ مرحبا الساعة حية قرب قرب منه بارك عيدك. الله تلاقيهم يعني ذربين في الكلام وفي السنع وفي ما عندهم يعني يوم تي يسلم عليك كذا برود ولا هذا لا يسلم عليك بسنع وبمواجيب، لأن طال عمرك السنع من وين تعلمناه؟ احنا اول من يعرف الولد ود 6 سنين 7 سنين على طول بنصير مصلى ويانا نعم. من هنا ينطلق الطفل والولد ان يتعلم صحيح. شوف كيف دخلوا يا ابو الميالس صار ويا هذا، فلذا انت علمته في وخاصه في شهر رمضان يعلمك كل شيء ان كان في العلم في القران في صحيح. الصلاه في كل اللي انت تباها في هذا. لذلك اليوم ما شاء الله دبي يعني أطلقت العديد من المبادرات مثل ما شفنا قبل مؤذن الفريج وأجواء أيضا في رمضان صحيح. وكل هذه المبادرات طبعا مبادرات جميلة ورائعة. الوالد حمد بن حمدان العود المطروشي أنا سعيد اليوم بتواجدك معانا والتقينا فيك بعد غياب طويل. طبعا الحمد لله أنا طبعا دبي مهما قلنا ومهما نتكلم عن القيادة في دبي والكل الإدارات اللي موجودة في دبي يعني الحمد لله ما والله يعجز اللسان أن يعبر أو يتكلم عن ما نقول إن الله يوفق القيادة دبي شوخها والقائمين في العمل عليها وإعلامنا النقي اللي دائما بار في العمل وفي الطريقة. وأنت الخير والبركة الوالد حمد على تواجدك اليوم. هذا روحه اليوم إن أنت نحن
توصل الرسالة، رسالة السنة هذه للأولاد وللأجيال، هذا بحد ذاته شيء جميل. نتوقف، شكرا لك طال عمرك، وأيضا نتوقف عيدك مع مبارك فاصل. وعساكم العايدين والسالمين. نعم. زينتنا بوجودك اليوم صباح العيد. نحن بناخذ وياكم مشاهدينا فاصل قصير ونكمل من بعده. يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وحياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة أول أيام عيد الفطر السعيد، ومعا في العيد مشاهدينا من خلال قناة دبي. ومن قلب دبي ترتفع تحفة معمارية فريدة من نوعها لتعيد تعريف الرفاهية الحضارية وتجارب العائلة، وهو هذا منتجع وان اند اونلي وان زعبيل. حسن، جميل جدا، وخصوصا ان مكانه جنب اليوم من اقدم الابنيه في دبي اللي هو برج راشد، اللي ايضا يتواجد عند المركز التجاري. طبعا الزميله ريم صبري يعطيها العافيه زارت هذا المعلم الضخم، ولتكتشف لنا اسرار هذا المنتجع العمودي الفريد، للتعرف على ما يقدمه من تجارب عصريه وأنشطة عائلية مميزة وأجواء ساحرة في قلب دبي في عطلة عيد الفطر المبارك. نشوف وياكم. من قلب المدينة النابضة بالحياة دبي ترتفع تحفة معمارية فريدة لتعيد تعريف الرفاهية الحضرية وتجارب العائلة. إنه منتجع One and Only One زعابيل. يتكون منتجع One and Only One زعابيل من ناطحتي سحاب شاهقتين يربط بينهما The Link، أطول مبنى معلق في العالم على ارتفاع 100 متر فوق الأرض. وسبب اختيار كلمة زعابيل كونها تعني الرمل الأبيض باللهجة الإماراتية المحلية، حيث انعكس هذا الطابع التقليدي في كل ركن من أرجاء هذا المنتجع العمودي الفريد من نوعه. زعابيل باللغة العربية الإماراتية تحديداً تعني الرملة البيضاء يلي هي متواجدة بمنطقة زعابيل بإمارة دبي. هلأ هذا الشيء أثر كتير بالديزاين للفندق من حيث الألوان. الألوان كلها يلي اختارها المصمم جون ميشيل جاتي، اللي هو مصمم معروف عالمياً من بلجيكا، هو اختار هالألوان ولعب على هالألوان. تعرفي في 7 ألوان مختلفة للرمال بالإمارات، اللي هي 7 كمان إمارات، وهو استعمل هالألوان بالديزاين بالغرف. وكمان بتشوفي حوالينا عنا الساند تيونز اللي هي تذكر العالم بفكرة اسم زعابيل، وبتذكر العالم بأهمية تواجدنا بمنطقة زعابيل. هذا One and Only One زعابيل يعتبر أول منتجع في قلب المدينة لOne and Only، وهو حبينا نحن نسميه منتجع عمودي لأنه هو مختلف عن الفنادق. اللي بيختلف فيه أنه الفندق بالعادة الواحد بيجي بينزل فيه وبيروح بيطلع على المدينة بيستكشف المدينة. اللي عملناه نحن هون بOne and Only One زعابيل هو أنه عملناه منتجع نزلق فيها تنزل فيه، ما عندهم أي داعي حتى أنه يطلعوا لبرا ويكتشفوا المدينة، لأنه في كتير قصص يكتشفوها هون، من المطاعم للتجارب كمان تسوق، وللأطفال كمان في حدائق في ألعاب، والواحد بيقدر يجي يستمتع بفرصة تقريبا خلال أسبوع من دون ما يطلع على الإطلاق من المنتجع. في عيد الفطر المبارك هذا العام يفتح المنتجع أبوابه أمام العائلات بعروض وباقات خاصة.
مع نادي الأطفال المليء بالأنشطة الترفيهية والمساحات الخضراء المنعشة والمسابح الخارجية التي تطل على معالم دبي المميزة. هلأ لفترة العيد عنا two offers، عروض مميزة جداً. واحدة منهم بتكون لسكان الإمارات اللي هو UAE Ultimate Staycation، هي عبارة عن 25% خصم على إقامة One and Only One زعبيل. في عنا عرض تاني اسمه Night on Us، وهذا العرض هو 3 ليالي، بتحجزوا 3 ليالي وبيطلع الليلة الرابعة مجاناً. ويضم المنتجع أيضاً مركز لونجيفيتي للعافية والاسترخاء، ما يجعله الوجهة المثالية للاستمتاع بأجواء العيد في دبي. مع ضيافته المتفردة وكل ما يقدمه من تجارب عصرية وأجواء ساحرة وأنشطة ترفيهية، يعتبر منتجع One and Only One زعابيل الملاذ المثالي لقضاء أوقات وتجارب رائعة لا تنسى. فالمنتجع واحد فخامة في قلب دبي العصرية. جميل إن احنا اليوم نتعرف طبعا على هذه الأماكن الجميلة. عادة دبي يعني كل يوم ما شاء الله مكان جديد، والفندق أنا عيبني بعد أنه حرف الاتش يعني صراحة صرح معماري رهيب، ما تقدر تمر من عدالة وما يلفت نظرك أو أنك تمسك تلفونك وتصوره. يبان زيارة للمكان إن شاء الله. هذا أكيد اليوم يعني ديالة في العيد، دائما الناس لما تحصل عيدية قبل يعني تستثمرها اللي يروح للذهب. أنتوا كنساء وكبنات يعني شو تسوون في العيدية؟ يعني وايد أشياء عدنا نسويها حسن، هو السؤال أنتوا شو ممكن تسوون؟ نحن وايد أشياء عدنا، ومنها فعلاً أن نحب نصير نشتري الذهب. سوق الذهب في أيام العيد أو حتى قبل العيد بكم من يوم تلقاه مزدحم. صحيح. الكل يحب أنه يصير ويتشرى طبعاً. جيمته في الذهب أنك اليوم أنت تأخذ شيء وتستثمره في نفس الوقت. وأحلى شيء طبعاً أن قيمة الذهب ما تروح. صحيح. غير عن أي يعني معدن آخر أو غير عن أي هدية أخرى. صح. ممكن أن تقل سعرها أو يروح. لذلك طبعاً نحن زميلنا ناصر السليمي توجه إلى منطقة ديرة وبالتحديد إلى سوق الذهب، بينقل لنا هذه الأجواء وكيف هذه الأجواء أيام العيد أو عيشة أو ليلة ما قبل العيد. نشوفوا ياكم. تعد دبي جنة التسوق في العالم، فهي تتمتع بمجموعة كبيرة من الخيارات وأسواقها مفتوحة على كل الناس، هذا ما جعلها الوجهة الأمثل لعشاق الذهب. وكيف لا وهي مدينة الذهب؟ ما شاء الله الأجواء، تعرف في عيد الفطر في رمضان تكون الأجواء مزدحمة أكثر عن العادة، يعني مو بنفس الأيام العادية. ما شاء الله عندنا زحمة بس في هالأيام تكون أيام مميزة. والله بالنسبة لتحضيرات العيد يعني أكيد يعني بنزل موديلات جديدة، يعني في أواخر رمضان بتنزل موديلات جديدة، يعني بالنسبة يعني عندك الأطقم وعندك الغوايش وعندك الخواتم وعندك مصاف الطعوم، يعني في الحمد لله يعني في أشياء جديدة. يعد سوق الذهب في دبي من أهم الوجهات السياحية في الإمارة، كما أنه أحد أقدم وأجمل الأسواق التراثية، ويعتبر موسم عيد الفطر المبارك من أقوى المواسم التي يزدهر فيها الإقبال على الذهب. يعني كل حد وعنده كشخة معينة، بس احنا بشكل عام في الخليج هم كشختهم في الذهب، مهما تطوروا مهما راحوا على الجانب البراندات مهما راحوا على الجانب التطور إلا أن مرجعهم للذهب، وتقريبا أكثر شيء يساعدهم لبسهم على هذه الأشياء هي تمشي مع الذهب التراثي هذا. والله معروف يعني الميزها الموديلات، يعني أكيد يعني الموديلات والديزاينات، يعني معروف الديزاينات اللي هي البحرينية وديزاينات دبي وديزاينات الكويتية والسعودية، معروف متميزة يعني في موديلاتها في أشكالها. وكما يقول المثل الشعبي، الذهب زينة وخزينة، ليبقى دائما هذا المعدن الأصفر
يعبر عن فرحة الناس في أعيادهم. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية ودام الله الأمان في دولة الإمارات وحفظكم الله. طبعاً نحن بنتعرف الحين وبنعرف شو سبب ازدحام أسواق الذهب ليلة العيد أو ما قبل العيد. نرحب معنا بضيفنا في الاستوديو سيد إبراهيم محمد، هو خبير في صناعة وبيع الذهب في الأسواق الإماراتية. يا هلا ومرحبا بك يانا. نعم وانت بخير. وانت بألف خير، عيدك مبارك. وننتهز الفرصة واتقدم لمقام سيد رئيس الدولة ونائبه وإخوانه الحكام وشعب الإمارات والمسلمين أجمع بقدوم عيد الفطر السعيد. الازدحام في المناسبات دائما الإنسان لما يكون سعيد يلجأ للذهب، وإذا مرت عليه ظروف خاف منه ولا شيء بعد يعتبره الملاذ الآمن، لأن الذهب مثل ما تعرفون غير قابل للتلف ومقاوم للتضخم وأسباب كثيرة، لأنه هو المعدن الأساسي في العالم. نعم. ديالة اشتاقت طبعا من يوم شافت الذهب الحين، قال يمكن تصير الحين. بالفعل هاي يعني الذهب في هذه الأوقات يعني بالفعل يعني يصير فيه إقبال كبير. شو السر وراء يعني اقتناء الذهب يعني في هالمناسبات، مناسبات الأعياد كثرة، سواء مناسبات الأعياد أو الأعراس؟ من الأزل من شفنا الذهب يعني للتباهي وللتخزين، ويعني تقاس عليه قوى العالم فما بالك بالأفراد، فأكيد بيلجؤوا له سواء مثل ما ذكرت يعني في المناسبات السعيدة. نعم، أنا أتوقع حتى يعني شكل الذهب بروحه فرحة، هو ما يطلع ما نطلع الذهب إلا أيام فرح. يعني صراحة يعني بروحة إنك أنت تشوف الذهب هذا صح. مصدر فرح وسعادة. نعم، الذهب تشكيلة يعني ترجع خاصة في الإمارات مقتبسة من التراث. نعم. إيه. تزين بالذهب. إيه، فمهما عدلوا فيها تلقين في نبذة أو في لمسة من التراث. نعم. ويعدلون عليها وما شاء الله يعني الحين من أجمل تشكيلات الذهب في الإمارات. كيف نعرف متى هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟ شوف، من البديهي أن لما يكون نازل سعر الذهب نازل، ونحن طبعا في الأسواق الإماراتية الأسعار مرتبطة بالسعر العالمي، يعني ما في داعي أن تعورين رأسك، تشوفين السعر في العالم مثل بورصة هونغ كونغ أو الأوروبية أو نيويورك. فلما نشوف السعر شوي نازل سيرت ينتظرون يعني إذا كان هبوط، أما نزول بعد فممكن أن الواحد يتشجع وياخذ. نعم. نعم. إحنا نسمع عن ذهب عيار 18 وعيار 21 وعيار 22، بعد ما في أكثر صح؟ مش معنا 18 والأرقام هذه؟ شوف، الأصل 24، معناه أن النقاوة من 1000 3.9، يعني هاي قمة النقاوة. ننزل ل 22 يضيفون فضة أو معادن أخرى بحيث أنهم يقدرون يصنعون الذهب، لأن ال 24 غير قابل، حتى لو صنعت فيه ممكن ينكسر ويدك. إيه، لكن 22 شوي متماسك أكثر، الجزيئات تتماسك فتقدر تصنع وتشكل. إنزين، أبى أزيد الشغلة هنا الحين أكثر، مثلاً والله شغل مش محلي، شغل يعني دولي، يخلوه 21 بحيث انه يتماسك اكثر ويشكلونه اكثر. لو تلاحظين الماركات ما تجي فوق 18 لان شغلهم معقد، والالماس يحطونه عشان يكون محفور بشكل مضبوط. ليش ما قالوا ذهب 10، ذهب 11، ذهب 12؟ في عندك 16 وفي 14، لكن مش متعارف عليه في دولة الامارات. هذه الارقام يعني، لكن دول اوروبيه وكذا، يعني كل ما زادت الشوائب الذهب كل ما نزل العيار وكل ما نزل السعر. ما نرضى نحن ب 16 و 14. نعم. 18 وفوق. اي والله شوف. وفي دول مثلا الدول الاسيويه او كذا ما يعترفون ب 21، يبون 22 على طول. هي اي، وفي دول عربيه لا 21 فقط، 22 احنا ما نعرفه، او ان التشكيل اللي في 21 ما تناسبنا. نعم.
وهكذا 18 يعني الإيطالي والدول الأوروبية قس على ذلك. هي أسهل في تشكيل التصميم الخاص بال. هي لكن نعم. تكون يعني قابلية للكسر أو التلف أصعب. نعم. هي نعم تكون أشكال معقدة وأشكال يعني شكل. بس ما شاء الله تصاميم كثيرة للذهب أشكال متنوعة أخوي إبراهيم. نعم. هاي التصميم كيف نأخذه من تراثنا وفي بعد أنا أسمع والله في ذهب بحريني وذهب مش عارف شو صح. يعني هاي التغييرات هاي المسميات هذه. نعم. لو تلاحظوا دول الخليج معتمدين 21 وتشكيلات يعني مثلا لو قلنا ذهب بحريني مقتبس من تراثهم في يعني لمسات مشاركه بدول الخليج لكن كل دوله تتميز بتشكيله معينه فمن هنا تيجي المصنعيه. شو اللي يتميز فيه الذهب الاماراتي؟ الذهب الاماراتي يتميز بالتشكيلات مثل ما ذكرت انه مقتبس من التراث وأيضا الشكل البسيط يميل للبساطة وتقل فيه الشوائب أو الزركون أو الفصوص وغيرها من نعم هذه الأمور. نعم حلو. نعم. يعني التصاميم كثيرة ولكن الأكيد أن المرأة تحب كل أنواع وأشكال كل تصاميم أنواع الذهب. لكن نحن يعني إذا مثلا لما نقول أن الذهب زينة وخزينة فلازم نتفادى مثلا او يعني تكون على حساب شيء يعني نتنازل شوي عن الكشخه مثلا الفصوص وكذا ونلجا للساده عشان ان مثلا لما نحتاج ما نخسر فيه صحيح كثير. صحيح. اخوي ابراهيم شو تنصح اليوم السيدات ومن ضمنهم دياله اللي تبغي تشتري الذهب شو النصائح اللي ممكن تقدمها لهم؟ والله النصائح نحن ما نقدر ننصحهم ادرى بس اي والله هم خبراء لكن اخوي بقول لك ان الشباب بعد ما شاء الله اللي ياخذ حق امه واخته واغلبهم صراحه نحن نتعامل مع شباب بعد وعندهم خبره لا باس فيها لكن اللي انصح انه لما يروح المحل يكون متسلح عارف سعر الذهب وعنده خلفيه عن المصنعيه زين وياخذ الشيء اللي بيفيده مستقبلا. لأن مثل ما ذكرنا الذهب زينة ما اختلفنا فيها لكن خلها بعد خزينة تفيدك في يوم من الأيام. يعني إذا بنعايد الحين برايك تنصح الحين الرجال أبغي نصيحة للرجال يعايدون حريمهم أو خواتهم احنا ما نسمع بيزات ولا بالذهب؟ لا صراحة شو رايك؟ الذهب أنا معود حتى صغار عندي الذهب حتى لو سبيكة يتعودون على الادخار. شيء تم معانا والفلوس تروح ترد لكن الذهب لا تزودها مصاريف وايد صدقني هذه المصاريف تخدمك قبل لا تخدمك نعم بيكون بتحب مع الوقت بتحس ان عندهم ثروه صحيح نعم زينه وخزينه ما بيقصرون معك الذهب زينه وخزينه وشكرا لك على وجودك معنا اليوم سيد ابراهيم محمد طبعا الخبير في الذهب الاماراتي شكرا لك مشكورين الله يحفظك شكرا طبعا في كل عيد تجتمع العائله منذ الصباح الباكر للمعايدات والعيديات والحلويات وبعد قضاء وقت جميل دياله في المنزل ياتي وقت النزهه طبعا والاماكن كثيره في دبي وتستحق الزياره وفي العيد بنتعرف عليها من خلال هذا التقرير متعة عائلية وباقة من الفعاليات والتجارب والمغامرات المميزة تقدمها دبي خلال العيد من خلال وجهات ترفيهية مختلفة لعشاق المغامرة والنزهة العائلية في الهواء الطلق حديقة مشرف الوطنية خيار مناسب جدا للعائلة في العيد فالحديقة تحتوي على غابة فيها نحو 70,000 شجرة من النباتات المحلية وهي موطن للعديد من الطيور الفريدة والحيوانات بمساحة تزيد على 5 كيلومترات مربعة المكان يعطيك فرصة لتجربة مسار المشي الجديد في الحديقة والاستمتاع بالطبيعة مسار جبلي للمشي يمتد لما يقارب 10 كيلومترات يعد المسار الأول من نوعه في قلب إمارة دبي وينقسم إلى مسارات متعددة المستويات تناسب المبتدئين والمحترفين في حديقة مشرف أيضا لمحبي ركوب الدراجات الهوائية مضمار للدراجات الرملية بطول 50 كيلومترا
يأتي ذلك بالإضافة إلى منطقة المغامرة أفنتورا، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة كبارا وصغارا تجربة التسلق والتعلق بين الأشجار في الغابات الجميلة. القرية العالمية من جديد هذا العام تستقبل زوارها في العيد وتقدم لهم لحظات لا تنسى من المرح والسعادة وباقة من المفاجآت والعروض. دبي باركس أند ريزورتس أيضا بمتنزهاتها المختلفة في العيد لها نكهة أخرى، حيث يجمع المكان باقة متنوعة من الفعاليات والألعاب والنكهات وسط مزيج ثقافي واجتماعي فريد. أما Last Exit الوجهة المتجددة دائما فتفتح أبوابها في العيد في فروعها المختلفة لتقدم مجموعة من المغامرات وأوقات المرح، وطبعا مع خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات. أماكن المتعة العائلية في دبي لا حصر لها، ما يجعل قضاء عطلة عائلية في العيد ذكرى لا تنسى. ما شاء الله الأماكن اللي عندنا في دبي كثيرة، وفعلا اختيار مدينة دبي أنك تقضي فيها العيد هذا أعتقد اختيار موفق. لا وديالة الآن الجو مساعد أيضا، الجو جميل جدا، وخصوصا عشنا في أجواء رمضان شوية، البارحة كان في نفاف كذي، فهالأشياء كانت وايد مساعدة. وأنا عادة في العيد يعني ما أحب أطلع يعني برا، أحب أقضي في البيت زيارات الأهل، يعني من ثاني يوم ثالث يوم يبدا يمكن برنامج اللي شويه يطلع الصغاريه وهذا بس توديهم. اللي يميز العيد اول يوم دائما هي الزيارات العائليه وزياره الجيران والاهل والاحباب، لكن لازم نحجز في مطعم ولا نصير ناكل ويا حد من الاهل طبعا، او نتجمع في المطاعم، خصوصا عندنا في دبي مطاعمنا العالميه كثيره. ما شاء الله ما شاء الله. وايضا غير ذلك اليوم الزوار اللي يجون النجوم العالميين المشاهير اللي اليوم ايضا يتواجدون في العيد ويقضون العيد في مدينة دبي. طبعا بنشوف كل هذه الأجواء بعد هالفاصل. عيدكم مبارك وعساكم العايدين والسالمين من مدينة دبي. دبي مدينة النجوم ومدينة شهدت كل زاوية فيها تقريبا قصة جميلة لأحد المشاهير العرب أو حتى العالميين. نعم يمكن اليوم ديالة دبي أصبحت خيار مهم للمشاهير، سواء لقضاء عطلة أو لتصوير فيلم سينمائي أو لافتتاح الأعمال السينمائية اللي يختارونها أيضا أن هم يتواجدون في دبي. وبمناسبة العيد السعيد التقينا عدد من نجوم الفن نسألهم ماذا تعني لهم دبي، خلونا نشوف. والنبي فكني حرام عليك ايدي وجعتني. انا كنت جايه اقول لك ان اهل العريس جايين يعني عشان يطلبوا ايدي منك. ايه امشي كلك احنا المغرب نقول السلام عليكم. يا رب يرموا اي حاجه رجالي، هموت على بنطلون اسود سليم فيت من زارة. فرتكه فرتكه انا قلبي خلاص اشتاكه. كل سنة طيبين والشعب الإماراتي كله شعب العربي بخير. أهلا وسهلا بيكو وبحبكو قوي. لا كتير قوي، تقريبا 4 أو 5 مرات. تاني مرة في الأسبوع ده، وأنا صغيرة زرتها يعني قبل كده، وأنا صغيرة وأنا كبيرة. أنا ببسط في دبي جدا جدا، أولا بأهلها وناسها، بجد بحس ان انا ما طلعتش بره مصر. انا مبسوط جدا ان انا موجود في دبي والله. معايا حتى اقامه ذهبيه هنا في الامارات. لفيت في دبي شويه وشفت حاجات طبعا واتبسطت جدا. المولات طبعا هنا الموضوع مش طبيعي. فيعني لا بزورها على طول. هي برضو دبي ميزتها ان انت اي مود انت عايز تعيشه هتعرف تعيشه، عايز بحر عايز. جيت مره انا ومراتي واولادي ولعبتهم في كل الالعاب والحاجات دي كلها، حاجات بجد بنستمتع بيها جدا وبنبسط بيها جدا، وربنا يحمي الامارات وشعبها وحكامها وكل حاجه.
على فكره انا مش اكيد، انا باكل كل حاجه. لا يعني اتمنى حد اماراتي يعزمني. كلت كلت بس انا مش فاكره اساميهم، بس كلت انا باكل. انا ما باكلش غير مكرونه وكوكو وفراخ. لا لازم اتعلم. لا معلش لسه ما عرفتش اتعلم. بقيت بفهمها يعني، بقيت بفهم جدا الكلام، لكن اتعلمته. بس هو سهل جدا على فكره، اكتشفت انه من اسهل يعني سهل 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 وقريب مننا على فكره. اتمنى ان الانفتاح الكبير اللي حاصل ده والاسواق الكبيره اللي كانت موجوده يبقى نشوف كمان بقى، مش بس ان هي تبقى اسواق، نشوف اعمال مشتركه بيننا وبين بعض، من بيننا وبين بعض. يا ريت، اتمنى بجد والله، اتمنى جدا يعني. لو في دور هتعلمها اكيد، بس اتمنى ان يبقى في دور مثلا ممكن فاتعلم له وتبقى تجربه جديده. بس لما تبقى في حاجه مناسبه قوي هعملها اكيد. انا بحب اصلا تلفزيون دبي من وانا صغير والله، جدا جدا يعني، لانه مسلسلات مصريه كتير جدا من وانا صغير كانت بتتعرض في تلفزيون دبي، حتى يمكن قبل مصر كانت بتتعرض حصري. ف خصوصا ان كمان برضو نسبه الاجانب هنا كبيره، فالافلام الاجنبي بتشتغل حلو قوي يعني. احنا مثلا عندنا في مصر ما بتشتغلش بنفس الكثافه اللي في دبي الافلام الاجنبي، وخصوصا كمان الفتره الاخيره بقت الافلام العربي يعني الجمهور الاماراتي او الخليجي بشكل عام بقى بيحب يروح السينما يتفرج على الافلام المصريه. كان زمان بيستنى الفيلم يتذاع في التلفزيون وكده، لا دلوقتي بقت الناس متابعه اكتر بكتير، بتحب تروح وتيجي. ده بيعكس ان الدوله ذات نفسها مهتميه بوجود الافلام المصريه والعربيه تبقى متواجده كلها في السينمات هنا. شكرا يا جدعان. نستقبل معاً مشاهدينا عيد الفطر المبارك واللي يتميز بأجواء كلها فرح وبهجة، واللي يعتبر يوم مبارك تشعر فيه بالسعادة والتقرب من بعضنا البعض أكثر. نعم، ديالة في بعض المناسبات نستغل الفرصة نستمع إلى آراء الناس أيضاً ونتعرف على تجاربهم المتنوعة خلال الشهر الفضيل لهذا العام، وكيف أيضاً يحتفلون بعيد الفطر في مدينة دبي. شوفوا ياكم. هالعام من رمضان كان مميز مثل كل عام في مدينة دبي. نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير في مدينة دبي. عسى ربي يعود علينا هالشهر كل سنة وكل حول يا رب. كان شهر جدا رائع وعيد سعيد عليكم. كنت حابب ألفت إن دولة الإمارات كانت عاملة مبادرة جميلة جدا، مبادرة إفطار صائم، كانت فعلا رائعة رائعة. الله يا رب يزيدكم دايما في ازدياد، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. هالسنة رمضان كان كتير حلو علينا، كان في أجواء كتير مميزة، خصوصا الأجواء بالقرية العالمية. إن شاء الله هيك كل عام أنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والبركة، وإن شاء الله بتزداد للبلد ازدهار وجمال. بالنسبة لشخص صعيد كتير محظوظ في هاي البلد، إن شاء الله ما شاء الله يعني عمرت فيها كتير 20 سنة هون، وكل مرة كل سنة عم بزيد الخير. الله يعطيهم الصحة والعافية شيوخ الإمارات حكاما، وكل عام وهم بألف خير. والله بتمنى هالعيد أول شيء بتمنى رمضان كريم للكل والصحة إن شاء الله وعقبال كل سنة. والله كان شهر رمضان هذا كتير حلو، جمعات الحلوة، وكان رمضان كتير حلو معنا. تابعنا مثل المسلسلات هي شعبية الكرتون كانت كتير حلوة، جزء 18 سنة صار له بيعرض شعبية الكرتون. من متابعين احنا محبين شامبيه، وكل عام وانت بخير. هذا السنه كان رمضان في دبي جدا جميل، الاجواء روعه، كان في كل انواع الزينه والاضواء الرمضانيه، واستمتعت جدا في الليل لانه هناك في الليل يعني لما نطلع في كتير يعني هيك اشياء حلوه وتخلي الواحد يحس انه رمضان، وكتير اجواء مفرحه. فقضيت معظم شهر رمضان في البيت وعم أطبخ وأساعد أمي في المطبخ، وطبخنا أكل جزائري، طبخت معها بوراك وطبخت معها طاجين زيتون، كمان طبخت معها رشتة، واستمتعت كتير كتير معها في المطبخ. هالعيد
بنجمعوا فلوس وايد. قولوا ليش؟ 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 عشان تجمعون ايفون 15. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. هلا انا جديده هون، هي اول مره بشوف هالتنوع الظريف كتير كتير بدبي. كتير كانت تجربه كتير حلوه، تعرفت على ناس جداد، شفت اجواء جديده، شفت ناس جديده، عاداتهم تقاليدهم، جربت اشياء جديده، شفت كتير جو حلو. كتير كانت تجربه حلوه بصراحه، وخصوصي انه هي اول مره بعيش هالتجربه اللي كتير كانت مميزه. بتمنى هيك اقدر شاركها اكثر، بتمنى اقدر اتعرف على ناس اكثر، اتعرف ثقافات اكثر، ما بعرف شوف الجو اكثر. وهالعيد بتمنى يكون خير على الكل اكيد ان شاء الله، وينعاد على الجميع بكل خير. بتمنى اقدر اشوف كل الاشياء اللي ما شفتها، لانه لسه ما شفت شيء. فكتير دبي شيء مميز، كتير شيء حلو. بتمنى الخير للكل يعني، وينعاد عليكم بكل خير ان شاء الله. رمضان السنه دي مختلف معايا، لان انا اول مره اقضي رمضان في دبي. حلو قوي ان انا في مكان مختلف، لانه جامع كل الجنسيات، فانت بتجرب كل انواع الاكل وبتجرب كل انواع الثقافات. لو عايز تخرج خروجه مختلفه هتلاقي نفسك بتخرج مره بتشوي، مره بتريسترا، مره يعني كل حاجه هنا مختلفه، لان انت في كل الجنسيات هنا بكل الثقافات. اتمنى كل حد يحقق له ربنا ان شاء الله كل اللي بيحلم بيه في العيد دوت، ويبقى خير على كل الناس، وكل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير وصحه عيدكم. من أجمل الأشياء في العيد هي فرحة الأطفال. أي وكل حد، شوفي مصطلحات الأطفال تتغير أيضا من دولة إلى دولة، وهذا التناغم هذا الموجود اليوم في مدينة دبي الجميل. تتميز فيه فعلا مدينة دبي، أنك تسمع المعايدات بكل اللغات وبمختلف أشكالها يعني. وإذا بنعود إلى قناة دبي مشاهدينا، كعادتها قنوات دبي للإعلام في كل عام تستحم خلال شهر رمضان الفضيل بالمسلسلات والبرامج الناجحة. من ضمن الأعمال الدرامية اللي لاقت استحسان الجمهور المسلسل الكوميدي وديمة وحليمة في جزءه الثالث. نعم، هذا المسلسل جمع نخبة من النجوم، منهم الممثل مرعي الحليان، والممثلة ملاك الخالدي، والممثلة سعادة علي، والممثل أحمد عبد الرزاق، والممثلة عائشة عبد الرحمن، وغيرهم، وأمل محمد، وغيرهم من اليوم النجوم المميزين في هذا العمل الجميل. نحن بنشوف وياكم لقطات من هذا المسلسل، وبعد ذلك بتكون لنا استضافة خاصة لأحد أبطال حليمة وديمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاش زي اختيني عقيتيلي شبدي، انتي بلاش متروعة. انا يا اختي تتروالي كوابيس كلها من وديمو، هاي ما تخليني ارقد مثل الوادم. ايه وديمو وين من سنين ما حد في الريج، انتي كنك اللي متولها عليها. ايه الله يذكرك بالخير يا وديمة، كانت علقت بهنسنة خردة ثياب شيلة تدفع الفواتير، مو مثل العرب ضرس عفوان الله. يلا 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 طلعي يلا. حرجت قومي يلا إن شاء الله. عود بالله والخيب. خيب تخيبك يا جليلة الحية اللي ما تستحين على وجهك، هذا بدل ما تستانسين وتفرحين اللي شوفتي. أنا فرحت واستانست بس تخاديت. أنتي شو جاي تسوين هني؟ هذا السؤال مو في مكانه، يا أجاب الحلالي أشوف بيتي، عندك مانع؟ حلالك هي صح حلالك، السموحة عادة ما قلنا لك تفضلي تقهوي، مو بقدرك لكن ما عليه. Thank you.
طبعا حليمة وديمة طبعا من الوجبات الخفيفة في شهر رمضان، الواحد يستمتع وتدخل الابتسامة، ومن الأعمال الكوميدية الناجحة اللي استمرت لثلاث سنوات. وطبعا شخصية حصة تمثلها وتجسدها الممثلة المميزة عائشة عبد الرحمن اللي اليوم يعني تكون معانا في الاستديو. نقول لك كل عام وانت بخير. الحين اقول لك يا الدو، ولا اقول لك حصة، ولا اقول لك عائشة عبد الرحمن؟ كله يمشي، كله يمشي. سلطة بسلطة. كل عام وانت بخير. وانتم بخير وصحة وسهالة يا رب. الله مبارك نعيدك كل سنة ان شاء الله بكل حول. اساتم العايدين والسالمين الفايزين يا رب. كيف قضيتي اول يوم الصبح؟ اول شيء ماشي رقاد. ثاني شيء يلسوا يمي شوية واختي والبيت يعني، وتريقنا على الخفيف على السريع ويناكم. يا مرحبا بك. يا حيج. جميل جميل. حلو الرمادي بعد، جميل جدا. هيلا. اولني عاد حصوا شوي. نسال عن النظاره نحن. لا خاشتنها على فكره، لان في الجزء الاول النظاره شوي غير، عقب ضاعت 11 سنة وردينا سوينا نظارة ثانية كلهم وراهم. تشوفين عدل فيها؟ لا، لأن هذه هي بس شكل يعني، عرفتي؟ يعني شوي هي متعبة إذا تلاحظين، حتى هي حصة يعني شخصيتها مساعدة أنها تكون شوي كاركتر يعني، فمنزلتنها لين هني. هي منها عشان ما تبين العدسة، ومنها في نفس الوقت اني انا اتعب منها شوي ساعات. شوفي هذا دليل على دياله اللي قبل، يعني النظاره اختربت نلصقها يعني، نسوي اشياء حلول بديله يعني، مش على طول نبدلها ولا نعقها يعني. صح. صح. اقتصاديين كنا. صراحه شخصيه طبعا حصه في حليمه وديمه كانت مميزه، وكاركتر مثل ما ذكرتي اسعدتنا وايد في الادوار، وكانت المفاجاه ان هذا المسلسل حصل على مراكز اولى في دول غير متوقعة. صحيح. مثل تايلند. صحيح. يعني مركز الأول في أكثر متابعة. هي صدق. فهاي كانت مفاجأة، وكذلك في البحرين وفي السعودية. كل مكان، حتى في عمان ماخذ نسبة مشاهدة عالية. منصة أوان ما شاء الله أتوقع فقط المليون، يمكن احتمال كذي يعني إذا ما خاب ظني يعني، كان مليون يمكن فاق يعني. والمميز طبعا في هذا الموسم، موسم الثالث، إنه صوروه هني. جميل. في هذا المبنى، مبنى التلفزيون. كيف كانت يعني هذه الأيام اللي قضيتوها في أجواء المبنى وفي أجواء تصوير طبعا حلقات المسلسل؟ نحن وايد استمتعنا، لأن أصلا الـ 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 المنطقة أو الحي مالنا، الفريج مالنا وايد له روح، وعكس روح الفنانين أساسا داخل، فتحسين بعد هني ما شاء الله في براح شوية زيادة. قبل كنا مصورين في موقع شوي أقل يعني مساحة، هني لا ما شاء الله منطلقين فيه، والمكان وايد حلو، غير انه مكيف وغير انه يعني الواحد مرتاح ويسوي. عايشة يعني لاحظنا يعني في المسلسل وهذا العمل في كيمستري حلو بينكم وبين بعض كممثلين، وهذا يعني المشاهد يشوفه وينعكس هذا الدور او هذا الشيء على العمل نفسه. كيف تحثينا عن هذه العلاقة اللي تربطكم؟ أي عمل إذا كان الفريق يحب بعض راح ينعكس على الشاشة، ثق تماما. إذا بيني وبين أي ممثل خارج العمل شوية تلاقين حتى على الشاشة يبين. العمل هذا الحلو فيه إن نحن صحبة ومن عمر طويل، يعني علاقتنا صداقة أكثر ما هي، وأخوة أكثر ما هي، فنانين مع بعض متجمعين في عمل. فعلا. وبعدين الحلو في هذا العمل عادي، أنا ممكن أقول عشان أختي سعاد ولا أخوي مرعي ولا أحمد ولا أي حد، أقول لهم مثلا ملاحظة يسمعوني، هو بيقولوا لي نسمعها، تعالوا نسوي شيء، نحط شيء، يعني ما عندنا الأنانية مالت الممثل، لا هو عمل واحد، حب واحد. نعم، عمل الفريق الواحد. نعم. وانا حسيت من اللقطات والمقاطع اللي يعني في المسلسل كنتي مستمتعه وانتي تقدمينه، كل شيء كان حلو، كان في وايد ضحك، وكانت في اكيد كثير من المواقف، بتخبرينا عن بعض منها. شوفي حصه لان كاركترها يسمح، هذه ما تعرفين بيتها وين، فهي سايبه كذي في الفريج. يمكن في موقف استوى باب بيت حليمه، انا دائما ما ابطل البيبان، انا ارفس البيبان وادش، يعني ير الخيط وارفسه وادش، سبحان الله ويا صبعي في النص. آه. ورد الباب رد، حسيت ان قلبي تي خلاص
قام يرف من الألم، وفعلا يركضون إلا ثلج يعني تعرفين. وعقبها لقيت مرعي، تميت جالست لهم في كل مشهد في نفس المكان، تحملوا الباب تحملوا الباب تحملوا الباب، أنسى عمري تحملوا الباب من العوار اللي حسيته. فيمكن هذه من أهم، لأن صدق صدق ذاك اليوم حسيت بألم قوي. يمكن اليوم يعني العمل دراما بشكل عام، يمكن اليوم جانب انه هو الجانب القصص اللي يمكن تكون العاطفيه اللي هو الاكشن اللي نشوفه في الدراما الان خلال الفتره الماضيه، لكن انك انت في الكوميديا هذه يعني شيء وايد صعب، انك انت توصل الابتسامه والسعاده لقلب المشاهد. كيف الانسان يستطيع كممثل ايصال هذه الفرحه، هذه الابتسامه، الكوميديا والمحافظة عليها على مدى سنوات في المسلسل؟ الكوميديا صعبة ترى، صح. ناس يفتكرون أنها سهلة، لا. الأهم من هذا أنت لازم تكون روحك موجودة فيها، يعني حلاوة الروح أنك أنت في حياتك العامة تكون روحك يعني روحك خفيفة، هذا يساعدك. أنت بسهولة بتصيح اي حد، لكن يعني في تشابه كبير بين شخصية حصة وشخصيتك الحقيقية. انا عندي، انا اساسا من الناس اللي بس بدون نظارة. ايه انا بروحي يعني من الناس اللي اقول افيهات عادي، يعني تحصليني وين امشي انا اقول افيه عادي اي مكان كذي. قلت لك الروح، الروح لو كانت هي خفيفة تلاقينها هي ممكن تبدع. شخصية حصة الكاركتر مساعدني، انا خلقته، انا كونت حصة. يعني ما حد قال لي مثلا هي لازم تكون كذي، لا، انا يعطيني مثلا المؤلف هو شو قاعد يشوف، تصوره هو شو، عاد عقب اللعب عندي انا، انا كيف العبها. احسها انا خليتها بهذا، يعني وايد انسانه مريحه، حتى تعقي فيهات وهي تمشي تغني ما عندها مشكله اي شيء وهي سايره. يعني احسها من الشخصيات الوايد خفيفه، لازم يكون الممثل هو يمتلك روح الدعاب عشان يقدر يعكسها. صحيح. في ناس ممكن يقول الإفيه لكن تحسه ثقيل طينة. يعني أحيانا في ناس ما يليق عليهم. صدق يمكن تركيبة الجسدية، طبقة صوته، في ناس طبقة صوتهم ما توحي أنك أنت ممكن تقول الإفيه، ما تركب. لا، هي لازم، هي لها مواصفات كذي. يعني إذا تلاحظين نحن تقريبا يعني حتى أنا تركيبتي وين ما شاء الله، وسعاد ما شاء الله وايد طويلة، أنا مستغلة هذا الشيء ما شاء الله، يعني سعاد عليها طول ما شاء الله تبارك الله. مثلا بين الباجين تلاقين مثلا أنا ومرعي كذي طوال يعني طولنا شوي متقاربين مع بعض، فتحسين هذه بعد لها ترى دور وعامل. يعني أنا مثلا فرق لما بطالع فوق سعاد، أنا كلها كذي طالع فرق لما طالع كذي، يعني عرفتي هاي بعد تساعدك انت. يا ربي ايش الحين بقول لها هاي الحين. يعني كذي تطلع الاشياء مني. هي هي طبعا اكيد. في جزء رابع بيكون، كنت بسال نفس السؤال. ما ادري يمكن انت خاطركم تكملون جزء رابع. انا خاطري بس يكون شوي، يعني نحن نامل اذا في جزء رابع يكون في تطور شويه في الموضوع بزياده. يعني نحن ترى نحن ماخذين قضايا الفريج، هي مش قضايا، خلينا نقول سوالف الفريج، سوالف الفريج. نحن نتمنى ان شاء الله في الجزء اللي جاي يكون في شوي تغيير نوعا ما حلو بعد. اكيد انتم دائما في ابداع وفي تميز عندكم، واكيد دائما كفريق عمل، والمخرج ايضا عمر ابراهيم اللي ايضا يعني نوجه له كل الشكر، اكيد بجهودكم اكيد في تطور بيكون لوديمة إذا كان في نسخة قادمة. شكرا لك، ونتمنى لك التوفيق، وقول لك كل عام وانت بخير، وعاد وتصيرين الآن تقضين العيد مع الأهل. ها وين؟ بصير أرقد. أرقد. شفتوا كيف؟ هذا بعد احتفال زين. بس يعني الواحد يعطيكم العافية وما قصر. شكرا شكرا لك. طبعا مشاهدينا نحن بنكمل وياكم، لكن بناخذ وياكم فاصل قصير ونكمل. نعم بنكمل أظني ماشي. فاصل يعني إذا كنت قلت تبحث عن يعني المغامرة ديالة، ولا تنسى أن في عطلة العيد استعدوا لتجربة أيضا ركوب الجمال التقليدية في قلب صحراء دبي. أتوقع أنت خضت هذه التجربة من خلال إحدى البرامج اللي قدمتها ما شاء الله عليك حسن، وفي صحراء المرموم بالتحديد حب الجمال متعدد الجنسيات،
تحصل هناك يعني جنسيات من أوروبا، ألمانية، جايين من بلادهم وحابين هذه التجارب ويخوضونها بحب. نحن زميلتنا ريم صبري يعني صورت لنا بعض اللقاءات وهذه التجارب من الأجنبيات اللي موجودات في البر بالتحديد في المرموم. شوفوا ياكم. إذا كنت تبحث عن تجربة مميزة في إجازة العيد في قلب صحراء دبي الساحرة وتحديداً في صحراء المرموم منطقة الليزيلي، فعليك بتجربة ركوب الجمال التقليدية التي لن تنساها. وإذا كنت من الأشخاص التي تصاب بهلع أو خوف من الجمال أو من مجرد فكرة التجربة، فاستمع إلى يانا بطلة سباق الهجن الألمانية والتي وقعت في حب صحراء دبي وجمالها، بل وتعلمت اللهجة الإماراتية أيضاً. صراحة الجمل اللي مميز، ركوب شيء واحد، لكن بسأل وقت ما الجمل أشوفهم، أهتم فيهم، أمشي معهم، أشوف شخصيتهم، هم يذكروني أنا، يعني أشوف اليوم مزاجهم كيف، هم يشوفوا مزاجي كيف. فصراحة يعني للنفس هذا راحة عن الشغل مع البوش. فطبعا نحب نركب ونحب نسوي ريس، لكن نروح على رحلات كم يوم أو نروح على البحر أو نروح يعني بس يوم كامل نركب 50 كيلو، فيعني في أشياء كثير أكثر من الريس. سيقوم مركز الصحراء العربية لركوب الهجن بتنظيم رحلات ركوب الجمال وتخييم في الصحراء للسيدات والصغار والكبار والعائلات، والتي تعد واحدة من أروع الطرق للاحتفال بالعيد. الجو بعد وايد جميل في العيد، فنحن نروح رحلة لليلة واحدة، يعني بنطلع من هناك بننام في الصحراء وبنرجع يوم ثاني مع الجمال. فأنا أتمنى لكل الناس في الإمارات عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، فإن شاء الله نحن نشوفكم في الأسبوع. كما يقدم المركز أيضاً حصصاً تدريبية خاصة بالسيدات، حيث يتم توجيههم من قبل خبراء محليين مدربين. So because I enjoyed it so much, the time with Chemist, I decided together with my business partner Vince Vihafelasi to open a riding school so that we can increase the skill of camel riding, increase the understanding of camels, and discover the UAE from the back of the camel. تمتد رحلات ركوب الجمال لمسافات تتراوح بين ساعة إلى 6 ساعات، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بمناظر الصحراء الطبيعية وبتراث دولة الإمارات. Eid Mubarak, everyone. I think one of the best things you can do during Eid is to come and ride the camels. It's the most traditional thing that you can do in the UAE, and for sure it's something that's worth experiencing. Eid Mubarak, everyone. Definitely come and try riding camels. And I think to me it's really special because I'm not used to camels, and I like relating back to heritage at different countries that I go to. So I think it's something that's really unique. الشعور بالهدوء والسلام وجمال الصحراء دفعت كل من الأمريكية إيزابيلا والألمانية ليوني أن تأتيا خصيصاً لتعلم ركوب الجمال في صحراء دبي الخلابة. فماذا تنتظر بعد ذلك؟ ألا حان الوقت لتجربة هذه المغامرة الفريدة بنفسك؟ بلا شك هي مغامرة ما بيحصلونها في أي مكان ثاني، وخصوصاً في دولهم، يعني اللي جاي من أمريكا واللي جاي من ألمانيا وفعلاً يمارسون هالرياضة بحب وشغف. جميل أيضاً، وفي بعضهم يعني شفتي أنت إتقانهم للغة العربية أيضاً من الأشياء المميزة عندهم، وفي نفس الوقت كنت حابة أنهم يلبسون بعد اللبس الإماراتي بالبرقع وبالعباء وكذي، بعد هاي من الأشياء الحلوة التجارب اللي هم ما ينسونها، وسبحان الله يلسون يتصورونها ويعيشون في هذه الذكريات الجميلة. بالفعل يعني كل واحد يختار
الوجهة اللي يحب يعايد فيها أو يقضي فيها العيد، وهذه واحدة من الوجهات وواحدة من الرياضات اللي ممكن أن الواحد يستمتع فيها، خصوصاً هذه دعوة للمقيمين عندنا في دولة ما شاء الله. مدينة دبي رقعة شطرنجية، يعني تقدر تنتقل فيها من مكان إلى مكان بالفعل. وعلى هذا الكلام اللي قلته، واحد من البرامج اللي طبعا حصلت على إقبال جماهير كبير هو برنامج شطرنج، واللي قدم حوارات صريحة وغنية، والأهم كانت ملتزمة بقوانين الشطرنج، وبالتالي لا مكان للمناطق الرمادية، يا أبيض يا أسود. أي والله اللون الرمادي ما بحبوش. واستضاف طبعا البرنامج خلال حلقاته 30 كوكبة من الفنانين والنجوم اللي تركوا بصماتهم على الساحة الخليجية والعربية، وأظهروا جوانب مختلفة من شخصياتهم، مع الإعلامي طبعا عبد الرحمن الدين تحت إدارة المخرج رمضان خسرو. يا هلا ومرحبا ومسهلا، هالساعة المباركة. الله يبارك بعمرك. هلا اخوي عبد الرحمن. اكد عبد الرحمن الدين انه الخبرة يلي اكتسبها خلال سنوات عمله سمحت له يكسر الجليد مع غالبية الضيوف يلي حلوا على برنامج شطرنج، ولكن ما نكر ابدا صعوبة الامر ببعض الاحيان. اول الحلقة الاستاذ ماجد المصري كان يعتقد او شاك او حاس بان الحوار أو اللقاء هو عبارة عن كاميرا خفية، ويمكن هذا النوع متواجد عندهم في مصر بكثرة، ويمكن احنا في منطقة الخليج نوعية البرامج الكاميرا الخفية مو متواجدة عندنا وايد، وبالتالي هو كان في كل لحظة حاس انه ممكن يعني يصير اي شيء في الحوار. لذلك كنت في أول 10 دقائق من اللقاء قاعد أحرص وقاعد أبذل قصارى جهدي أني أخذ هذا الضيف معاي إلى منطقة الأمان، وأحسسه بأن إحنا قاعدين نجري حوار طبيعي سلس في كل الأمان، إلى أن وصلنا يعني في جزئية معينة يمكن أذكر بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أنه هو بدأ يسترخي وبدأ يشعر بالأمان بأن هذا مجرد لقاء طبيعي ما في أي كاميرا خفية. أنا بني آدم عادي، أنا بني آدم عادي باكل كل حاجة وبتعب وبروح للدكتور وبنزعل وبنعيط وبنتضايق بني آدم. بتعيط؟ طبعا. متى آخر مرة بتعيط؟ وأنا بتفرج على فيلم عسل أسود. أما عن الشخصية يلي كان لها أثر خاص عند عبد الرحمن، فاعتبر أنه ضيوف 30 كانوا مميزين، ولكن أسوة بالإجابات الصريحة يلي طلبها من ضيوفه قرر بدوره أنه يكون صريح. للأمانة كان عندي 3 أسماء، كل واحد منهم ترك عندي انطباع لا يمكن أن ينسى. الضيف الأول هو الفنان القدير الأستاذ إبراهيم الصلال، لأنه كان مثال يحتذى به من الذوق والاحترام والتقدير على الرغم من كبر سنه وكبر قامته وكبر تاريخه، إلا أنه كان يتعامل معانا أنا وفريق العمل وكأنه هو تلميذ يسمع التوجيهات وينادي كل واحد فينا أستاذ تفضل أستاذ وإلى آخره. وحتى ما بعد عرض اللقاء واتصالي فيه وسؤالي عن مدى رضاء عن الحلقة بأسلوبه ولطافته وطريقته الحلوة والجميلة، أذكر بأنه ترك عندي انطباع لا ينسى. لما يقول لك وين أعمال قبل، وين رجال قبل، وين كتاب قبل، وين مخرجين قبل، وين زملاء قبل. الحين الزمن تغير خلاص طبعا، مو مثل قبل. ايضا من الحلقات او من الشخصيات اللي تركت عندي انطباع لا ينسى هو الفنان الرائع الاستاذ عبادي الجوهر اخطبوط العود، لان كان بمنتهى الذوق بكل التفاصيل، واذكر بان وردني اتصال من احد الشخصيات قال لي بان استاذ عبادي كان فرحان جدا في الحلقه اللي صورها معك وتكلم عنك بشكل لطيف انت وفريق العمل، وهذا اندل على شيء يدل على أني تركت أيضاً عنده انطباع جميل. كان مو بخيل أبداً وجلس معانا فترات طويلة
سواء فترة التصوير أو ما بعد التصوير، وكان الشعور جدا جدا رائع واستثنائي. ما هي الخطة؟ لابد من وجود معهد. معهد للموسيقى. ممتاز. رقم اثنين. لابد من وجود أوبرا. أوبرا ممتاز جدا. رقم ثلاثة. لابد من وجود فرقة موسيقية متعلمة سعودية. من الحلقات أو من الأشخاص أيضا الاستثنائيين اللي في كل رحلة من رحلاتي لا يمكن أنسى تواجده معي، ولا يمكن أنسى شكثر هو شخص معطاء وقدم لي الكثير في حياته الفنية، هو عميد الفن والفنانين الأستاذ سعد الفري. لأن أستاذ سعد الفري في كل مرة يخصني بتواجده في لقاءاته بطريقته وبحبه وبأسلوبه، كان رائع وقال لي كلمات لا يمكن أنساها، وفي كل مرة يقول لي بأن الظهور معاي في اللقاءات غير. فلذلك أيضا أنا أعتبر التواجد الأستاذ القدير أستاذ سعد الفري معاي في اللقاء هو تواجد استثنائي. لون حلو جميل صراحة. لابسه بس حق اللقاء استثناء. صيف دشداش المريكن يسمونه. المريكن. مريكن. إيه. وململ. المريكن نسبة إلى الأمريكان. والله ما أدري. إيه. بس اسمها مريكن. حلو. مريكن هذا للشباب تقريبا. إيه. والململ للشياب. وبالختام عبد الرحمن الدين ما بمانع أبدا من الجلوس بكرسي الضيف، ولكن كل ضيف سيجلس على كرسي الضيف أكيد سيتوجه إلى المنطقة الرمادية، إلا في حالة وجود محاور أو مذيع أو مقدم سيجلب هذا الضيف أو سيأخذ هذا الضيف إلى المنطقة إما البيضاء أو السوداء في إجاباته، وبالتالي هني يقع كل الثقل أو كل الحمل على المحاور أو مقدم البرنامج، ويعتمد الموضوع على من سيحاورني في حال كنت أنا ضيف في برنامج شطرنج. مشاهدينا من جهته كذلك أعرب المخرج رمضان خسروه عن سعادته بالعمل مع عبد الرحمن الدين، لا سيما أنه يملك إطلالة واسعة وإطلاع كبير على الساحة الفنية والإعلامية، وفي جعبته الكثير من معارف الضيوف، وجعل من التحضير الحلقات كذلك يعني شيء ممتع ومحكم. نعم، يمكن اليوم اللي شوفه ديالة أن يعني النجوم والأسماء الكبيرة اليوم، لما إحنا نشوف عباد الجوهر، لما نشوف سعد الفرج، فالأسماء هذه أعطت زخم كبير لبرنامج الشطرنج، ويعطيه العافية أكيد. شكلت الرؤية الإخراجية دور أساسي ببرنامج شطرنج، وكان هدف المخرج الأساسي راحة الضيوف. الضيف لما يحضر في البرنامج الحواري لازم يكون مرتاح، لازم يكون واثق، لازم يكون عنده قابلية لأنه هو يعطي إجابات مختلفة وإجابات جديدة، ويكون صريح جدا، وهذه كلها يساعد فيها أو تساعد فيها عملية الإخراج. أنا تعمدت أو قصدت في هذا البرنامج تحديداً أن أضع الضيف والمضيف في الاستوديو في مكان خالي تماماً من أي شخص آخر، لا يوجد أمامهم أي كاميرات، لا يوجد أمامهم أي مصورين، الكاميرات كانت موجودة بشكل معين، ما كان الضيف يشاهدها بشكل واضح، بغرفة مغلقة عليهم، بحيث أن ينسى أيضا الضيف أنه هو يجري حوار وينغمس تماما مع المقدم البرنامج أو المحاور اللي معاه، وبالتالي نخرج بحوار سلس وحوار فيه راحة
وأجوبة مختلفة. هذا أيضا بجانب نوعية أو شكل توزيع الإضاءة وشكل الراحة في الديكور وفي حتى الجلسة، كل هذه الأشياء تؤثر أكيد على الضيف وعلى المحاور. وما ننسى أن الحوار يمتد إلى ساعة من الزمن، فخلال ساعة يجب أن يكون الضيف في قمة الراحة، وهذه كلها أشياء تعتمد على إخراج البرنامج من داخل الاستوديو إلى غرفة المونتاج. أما عن الحلقة يلي استفزته إخراجياً وتطلبت عناية واهتمام، فعال المخرج رمضان خسرو. طبعاً أنا أعتقد يعني كل الضيوف هم أصحاب مشوار فني جميل ورائع وفنانين كبار ولهم خبرات في مجالهم الفني، ولكن إذا أيضاً يأنا في فكرة الأبيض والأسود في البرنامج وأن يكون الجواب مش في المنطقة الرمادية ويكون جواب صريح، قد يكون كوني عاشق للموسيقى وعاشق للفنان الأستاذ عبادي الجوهر منذ الصغر، يمكن تكون هذه الحلقة من الحلقات اللي اهتميت فيها جدا، اهتميت في أن احنا نجلس مع الأستاذ عبادي الجوهر قبل الحلقة بساعات ونجري معاه حوارات تحت الهواء، بحيث ان احنا ناخذ الى منطقة الراحة وان يكون في بيننا صداقة قبل ان نخرج على الهواء. وفعلا لما ظهر الأستاذ عبادي مع الأستاذ عبد الرحمن الدين على الهواء كانوا في قمة الأريحية وخرجوا بحوار مختلف وحوار جميل أشاد فيه الجمهور. أعتقد أن هذا الضيف من الضيوف اللي استفزوا عندي المخرج اللي يبي يعمل حلقة مميزة أو يبي يعمل حوار مميز من خلال طبعا المحاور عبد الرحمن الدين. طبعا يعطي العافية رمضان خسرو، أكيد برنامج مشوق، برنامج مميز. الحوار مع النجوم يعني دياله ما يكون دائما سهل، لأن أنت جالس تقابل شخصيات لهم تاريخ طويل، فبالتالي لما أنت تجلس تحضر أنت كمذيع لهذا الجانب محتاج وقت كثير صراحة. لأنك مذيع وتعرف مدى صعوبة هذا الشيء، من وين تبتدي وكيف تقدر تبرز، عندك وقت معين ووقت قصير، كيف أنك تقدر تطلع كل ما هو جميل في الخانة البيضاء من برنامج طبعاً الشطرنج. جميل. أيضاً اليوم تحت شعار يدوم الخير كانت حملة جمعية دبي الخيرية في رمضان، واللي تستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك داخل الدولة وفي 17 دولة أخرى أيضاً ديالة. نعم، فرحة اليتيم إحدى أبرز المشاريع الخيرية لدبي، واللي تهدف لنشر الفرحة وتفتح أبواب التكافل بين مكونات المجتمع. الزميل محمد علي كان هناك وأجرى لنا هذا التقرير، نشوفه وياكم. نشوفه. العيد فرحة للصغير والكبير، والخير في المجتمع عادة لا تنقطع. جمعية دبي الخيرية أكملت خلال حملتها الرمضانية 4 مشاريع رئيسية، هي إفطار صائم، المير الرمضاني، فرحة يتيم، وزكاة الفطر، لتسهم في إسعاد الكثير من الأسر. جمعية دبي الخيرية فيها أنشطة كثيرة، من ضمن الأنشطة هذه بناء المساجد، دور الأيتام، المستشفيات. حاليا دولة دبي الخيرية تتوسع في الأمور هذه عن طريق المحسنين. نحن من خلال منبركم هذا نقول للمحسنين، الشعب والشعوب كلها تنتظر إحسانكم في هذه الشهور القادمة إن شاء الله لاستعادهم في المستقبل إن شاء الله. فرحة اليتيم أحد أبرز مشاريع خيرية دبي، تهدف لنشر الفرحة وتفتح أبواب التكافل بين أفراد المجتمع، ليدوم الخير بين الجميع عبر تكافل وتضامن يشد على يد المحتاج ويجبر خاطر المكسور، ولتتحول جملة كل عام وأنتم بخير إلى فعل ملزم للمجتمع.
خيرية دبي تعمل على الإسهام بفعالية في تحسين ظروف حياة المحتاجين وتحقيق التنمية الشاملة عبر مشاريعها المتعددة التي تنفذها داخل الدولة وخارجها ضمن الأطر والمعايير الدولية والقيم الإنسانية. بالنسبة للأيتام طبعاً احنا داخل الدولة عندنا بما يقارب 300 يتيم داخل الدولة، أما خارج الدولة فيتعدى تقريباً 13500 يتيم مقسمة على 14 دولة خارج دولة الإمارات. كل عام أنتم بخير، عساكم من عوادة. عيد مبارك. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك. عيد مبارك، كل عام أنتم بخير. عيدكم مبارك، عساكم عوادة. هني أولاً رئيس الدولة ومن ثم نائب رئيس الدولة ومن ثم الشعب الإمارات كله بقدوم العيد الفطر إن شاء الله، يعود علينا وعليهم كل سنة وكل حول بالخير والبركة إن شاء الله. مسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لا تنقطع عبر الأعمال الإنسانية والإغاثية، وفي دبي كل يوم يفتح باب جديد عبر برامج ومبادرات ومشاريع، وليكون شعار يدوم الخير واقعا في إمارات الخير. ونقول يدوم الخير طبعا الحمد لله، كثيرة هي المبادرات، كل جهة من الجهات اللي موجودة في دبي أبدعت صراحة في مبادراتها خلال شهر رمضان. المبادرات الإنسانية كثير رائعة ومميزة، ويمكن أيضا اللقطة اللي شفتها اللي هي سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما كان جالس مع العمال يمكن البسيطين هم جالس معاهم ويتفطر معاهم، كم هذه لها قيمة. وأعتقد أن هذه الرسالة اللي وصلت وحركت المياه الراكدة يمكن عند جميع القطاعات اللي موجودة بأن بالفعل يعني هذا الشيء مميز ولازم نأكد عليه. كلنا نحن سواسية ومش مرة استوت، أكثر من مرة، مو بيوم واحد، أكثر من يوم، وهذه كلها رسائل مجتمعية وقيمنا الإماراتية اللي لابد أن دائما نحافظ عليها. نحن بناخذ وياكم مشاهدينا فاصل قصير ونكمل من بعده. يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. بلا شك بأن في شهر رمضان تغيرت الكثير من عاداتنا، وحتى التوقيت تغير، أسلوب الحياة تغير، الروتين اللي كنا متعودين عليه طول السنة في شهر رمضان تغير. ديالة ترى في الأكل تغير، في النوم توقيت تغير. كله غير. إيه يعني أنا أمس كنت حريص أن أنا أصحى الصبح من وقت وأنام متأخر، أنام من وقت أيضا على أساس أني أنا أصحى الصبح اليوم وعدل الجدول، فهذا يباله وقت شوية في النظام الغذائي وفي النظام الصحي أيضا. أنا أحس أن شهر رمضان بالفعل كانت فرصة كبيرة أن الواحد يعدل الأشياء اللي يبغي يغيرها، سواء كان من النظام الغذائي أو حتى أمور أخرى. ولكن في ناس يحسون أن لا، العيد بعد فرصة يعني. ونحن عندنا في دبي مشاهدينا بنخبركم الحين عن منتجع صحي فاخر في مدينة دبي يقدم فرصة رائعة للنزلاء للاستمتاع بفترة العيد بطريقة مبتكرة وصحية في نفس الوقت. نعم، عشان نخف الوزن اللي احنا كسبناه في شهر رمضان، طبعا يقدم هذا المنتجع سلسلة من البرامج المصممة خصيصا لتحسين عادات الأكل وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة وغيرها من الأساليب الصحية اللي تحسن عاداتنا الغذائية. التقرير للزميل جاد شهيب. بعد 30 يوم من الصيام خلال شهر رمضان المبارك، بعرفكم اليوم على مكان مميز لقضاء فترة عيد الفطر. هو منتجع مثالي لذا بانك، وهدفه الأول والرئيسي تعزيز وتنشيط عاداتكم الصحية. نكتشفوا سوا.
دخلت هالمكان حسيت براحة واسترخاء، إن كان من خلال الأكل، المشروبات أو حتى الجو ككل. ليش داري تريت هو المكان المثالي لقضاء فترة عيد الفطر المبارك؟ أهلا وسهلا فيك عندنا. أكيد أي واحد بيفوت عندنا للأوتيل بحس براحة، لأنه سرنا هو إنه كل شيء صحي أورجانيك، من الأكل والمشروبات، وتخيل ما في تدخين، ممنوع التدخين، ممنوع أي عادات سيئة لمدار السنة. على مدار السنة ممنوع أي عادات سيئة؟ على مدار السنة. وهذا، وكمان السيرفيسز عندنا بنرحب بالزباين، بنعاملهم كأنهم من أهلنا، مو زباين، ضيوف عندنا. لاحظت أول ما دخلت إنه في غرفة مخصصة لدراسة حالة الشخص وشو هو بحاجة له. شو بيصير بشهر رمضان المبارك من عادات يمكن أكل غير صحية أو صحية، وكيف ممكن الحفاظ عليها إذا كانت صحية أو تصليحها إذا كانت غير صحية؟ إحنا بنعرف إنه رمضان هو شهر لنتخلص من السموم اللي جمعناها طول السنة، كانت بالأفكار أو حتى بالعادات الأكل أو أي شيء. صح، بس في ناس يعني ما بتعمل غير العكس، بتصوم، إيه بتصوم وكل شيء، بس بالآخر بالفطور بتاكل بشراهة مثلاً، بتاكل أكل فيه دهون كتير، ما بيشربوا مي يمكن بشكل ما آخر. بيشربوا وبيشربوا عصاير يعني المصنعة، مش العصاير الطبيعية، وهيك الجسم يعني بيتأثر أكثر، بياخد كالوريز أكثر، لهيك بتلاقي في ناس كتير بتكون عن بيزيدوا بالشهر رمضان وزنهم. لهالسبب الحل إنك تيجي عنا للريتريت بالم إن شاء الله، وبنعمل برامج للتخلص من السموم. شو غرفة الأكسجين؟ لاحظت في غرفة فيها مثل عبوات أكسجين، شو هي هاي بالضبط؟ أيوة، هذه الغرفة هي اللي بنقدم للضيوف العصائر اللي عندنا، عصائر الديتوكس، وكمان بنعمل لهم جلسة أكسجين اللي بتساعدهم على التخلص من السموم، وتساعدهم على التنفس أكثر، تنفسهم يصير أحسن، وبتساعدهم على الهدوء وكمان التنشيط من خلال نكهات مختلفة. في نعنع بنشط، أكيد بنعرف النعنع إنه بيعمل تنشيط، إذا كنت هيك كسلان بفرفش. وفي كاموميل والجاسمين بيخلوا البابونج، يعني هو البابونج بيهدي الأعصاب. أنا بحاجة لبابونج يمكن. طيب شو في كمان؟ ساوند هيلينج أو العلاج بالصوت أو الترددات، كمان لاحظت في غرفة خاصة لهذا الشيء. سريعا كمان فيك تعطيني ليش ممكن هذا الشيء كمان إنه يساعد الشخص ليحافظ على لياقته وعلى عاداته الصحية؟ جلسة الساوند هيلينج اللي هي بنستعمل فيها آلات خاصة يعني يدوية، أكيد بتساعد الشخص، هي بتعمل ترددات بتدخل جوات يعني الجسم، الواحد بحس فيها، بتخليه يشيل الطاقة السلبية أو يقلل الطاقة السلبية اللي بجسمه أو بعقله، ويعمل له ارتياح من خلال هالترددات. صراحة ما كنت أعرف إنه في مكان بدبي و24 ساعة هو متوفر وبيقدم كل هالخدمات المثالية، وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك. شكرا كثير حنان لكل هالمعلومات، وبنقول كل عام وانتم بخير لكل المتابعين. مشاهدينا، استمرارا لنهج العطاء والإنسانية اللي أرستها دبي في مبادراتها مبادرات العطاء، تسلط الضوء على طهاة عالميين تنافسوا في إعداد وجبات الإفطار عبر برنامج سموه طبخة الألف. التفاصيل مع زميلتنا ملاك خنافر اللي رافقت فريق بنك الإمارات للطعام في الإفطار الجماعي الإنساني، فلنتابع. Thank you.
بنك الإمارات للطعام منذ تأسيس في عام 2017 استطاع توزيع أكثر عن 70 مليون وجبة. طبعا جهودنا تتكثف في شهر رمضان المبارك، السنة احنا مستهدفين أكثر عن 5 ملايين وجبة. مبادرة اليوم مبادرة الألف طبخة إحدى مبادرات بنك الإمارات للطعام، طبعا بالشراكة مع القطاع الخاص، منافسة جميلة مع مجموعة من الطهاء المتطوعين لإنجاز أكبر عدد ممكن من الوجبات الغذائية. تقريبا خلال 10 أيام استطعنا توزيع بس من خلال هذه المبادرة أكثر عن 30 ألف وجبة. يمكن اليوم نشوف التلاحم الاجتماعي اللي تتميز في دائما دولة الإمارات العربية المتحدة، نلاحظ مختلف الجنسيات مختلف الديانات اليوم موجودين في هالمبادرة الجميلة اللي هي الإفطار الجماعي، دليل واضح على تكاتفنا جميعا لتحقيق أهداف سامية في أهداف بنك الإمارات للطعام. مبادرة طبخة الألف أو برنامج طبخة الألف ينبثق من مبادرة بنك الطعام. بنك الطعام طبعاً هذه المبادرة إحدى مبادرات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. البرنامج قائم على أساس المنافسة بين اثنين من الطهاة يتنافسون في إعداد أكبر عدد ممكن من الوجبات في اليوم الواحد، وكان التارجت عندنا أو المستهدف عندنا في اليوم الأول أن يعني نوصل لنهاية رمضان إلى يعني خلنا نقول 20 إلى 23 ألف وجبة، لكن ولله الحمد لين تاريخ الآن لين تاريخ اللحظة هذه وصلنا أكثر من 24 ألف وجبة وإحنا ما انتهينا من رمضان، فعلى أمل أن نصل إلى 30 ألف وجبة إن شاء الله على نهاية الشهر الفضيل. الرسالة هي رسالة الحب، رسالة السلام، رسالة الخير في شهر الخير. المتواجدين هنا بأطياف متعددة بجنسيات مختلفة فئات مختلفة، الكل مجتمع من أجل إطعام الطعام وإفشاء السلام وتجهيز الوجبات للخير من وإلى أهل الخير. ايضا احبتي الكرام، من الاشياء اللي عرضت على تلفزيون دبي اللي هو شارك تانك اللي عرض الموسم الاول منه على شاشة دبي، شكل تجربة فريدة من نوعها للعديد من رواد الأعمال اللي شاركوا فيه بحثا عن الدعم لأفكارهم والاستثمار أيضا في مشاريعهم المبتكرة. طبعا ومن إبرام الصفقات اللي قام فيها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي سعادة فيصل بلهول سحور، قام فيه بطبعا جمع رواد الأعمال اللي استثمروا في مشاريعهم وخصوصا التشيكات الخاصة بالدعم المادي. الزميلة غرازييلا كانت هناك وعدت لنا هذا التقرير، نشوفه وياكم. سيد فيصل، وجهك مش غريب ابدا على مشاهدي تلفزيون دبي يلي تابعوك خلال حلقات البرنامج الاضخم يلي عرض مؤخرا على الشاشة وهو شارك تانك. من خلال وجودك بشارك تانك ساهمتم بدعم العديد من المشاريع والمنصات وبمجالات مختلفة. إذا بدي أسألك بشكل شخصي، العامل الأبرز اللي كنت عم بتفتش عنه بالأشخاص اللي تقدموا للمشاركة بشارك تانك؟ مرحبا يا غرازييلا، وشرفني أن أكون معك اليوم وشرفني أن أكون جزء من برنامج شارك تانك اللي ولله الحمد لقى قبول كبير، وسعدت أني شفت أنه طلع بصيغة تشرفنا وتشرف تلفزيون دبي. نعم. أنا دائما كنت في كل الفرص اللي استثمرت فيها كنت أبحث عن العنصر البشري، لأن بالنسبة لي هو رائد العمل والعنصر البشري في أي مشروع هو أساس أي نجاح ممكن تحقق. إذا توافقت الكفاءات والفكر الصحيح في هذا الشخص دائما تنفتح للأبواب بشكل مناسب وممكن الواحد يعمل معاه. فأنا اللي يمكن يجمع ما بين كل رواد الأعمال اللي هم تميزهم بغض النظر عن المجالات اللي يشتغلون فيها. نعم، يعني العنصر البشري أهم من الرأسمال والأرقام. بلا شك بلا شك، بدون العنصر البشري ما في مشروع ولا في نجاح ولا في نتائج إيجابية. طبعا مثل ما ذكرت دعمت مشاريع من مجالات مختلفة، والليلة جامع عدد من الفائزين بفعالية خاصة، خبرنا أكثر عنها. نعم، هو طبعا مثل ما انت عارف اليوم المتقدمين في برنامج شارك تانك يجون بالفكره وفي فتره قصيره يتطلب من الشاركس او المستثمرين انهم ياخذون قرار.
قرار استثماري. طبعا هذا القرار يكون مبني على الطرح، مبني على رؤيتهم ونظرتهم لصاحب الفكرة، مبني على البيانات المالية والأرقام اللي تم ذكرها، مبني على الفكرة وحجم السوق اللي هم يعملون فيه. كل هذه تطرح لأول مرة في البرنامج، ويتوجب على المستثمر أو الشارك أن يأخذ قرار. من بعد هذا الموضوع تتم الصفقة في البرنامج، ويصير أن هذه الخطوة الأولى من الاستثمار. لكن من بعدها طبعا يصير موضوع التدقيق في كل البيانات اللي تم ذكرها، في الأمور المالية، في وضع الشركة، في هل الشركة في وضعها قانونيا جيد، هل تكون في دراسات كثيرة مستفيضة تتطلب أن الواحد يستوفيها كأي مستثمر ينظر في أي مشروع. فهذه تأخذ وقت معين. من جملة المشاريع اللي احنا عقدنا معها في البرنامج، اللي منهم وصل إلى مرحلة أنه نجح في هذه المرحلة واجتاز هذه مرحلة التقييم بشكل إيجابي، اليوم نحن نتوج هذا النجاح خلاص بالاستثمار النهائي، وبالتالي نعلن عن شراكتنا في هذه الشركات. فأنا تقريبا من 13 شركة اللي تم خلنا نقول الموافقة عليها في البرنامج، موافقة أولية طبعا، اليوم 8 شركات منها اللي هي وصلت للمرحلة النهائية، ولليوم نحن حددنا هذه المناسبة في هذه الأيام الفضيلة أن نحن نعلن عن شراكتنا معهم. جميل جدا. آخر سؤال، بدي منك 3 صفات لرواد الأعمال المستقبليين يلي عم بفكروا أنه يخوضوا غمار ريادة الأعمال، 3 صفات لازم تتوفر فيهم بعيدا عن العنصر البشري يلي سبق وشددت على أهميته. نعم، هو طبعا صفات رائد الأعمال الناجح، أول شيء المثابرة، لابد يكون مثابر ودائما يعني مهتم أنه يتعلم من أخطائه ويستفيد من النصائح. نعم. فهذه كلها تنجمع في خاصية واحدة. ثاني شيء أنه يبحث بعمق في المجال اللي هو يريد يعمل فيه، ويعني يحاول أنه يجد أمور تميز في مشروعه. والشيء الثالث اللي أنا أقوله اللي هو أن يكون عنده صبر. لابد يكون عنده صبر، ولابد أن يكون عنده قدرة تحمل، لأن راح تجيه كثير انتقادات، راح تجيه كثير ناس بيقولون له أنت ما راح تنجح، كثير ناس بيقولون له انسحب وشوف لك شيء ثاني أحسن لك. لكن ما في رائد أعمال ناجح اليوم ما مر بهذه التجربة طبعا، لكن مثابرة رائد الأعمال وصلت إلى النتيجة. فأنا أقول لهم دائما ثابروا واستمروا ولا تستسلموا. جميل جدا، شكرا لوقتك. شكرا جزيلا. صراحة كتير ساعدني شارك تانك، لأنه بيعطي إكسبوجر كتير حلو. يعني الديلز اللي إجت من ورا شارك تانك، الماركتينج اللي صار للبراند، كتير بيسهل عليك حتى الشغل لقدام. بقى تجربة عنجد كتير حلوة ومايلستون، يعني يمكن بضل بتذكرها كل عمري. طبعاً التجربة كانت صعبة وفي نفس الوقت ممتعة. الأستاذ فيصل طبعاً أعطانا عرض ما قدرنا أن نرفضه، وشكراً طبعاً للشاركس الثانيين، ولكن أفضل عرض يانا طبعاً كان من الأستاذ فيصل. فالتجربة كانت جداً رائعة وفي نفس الوقت صعبة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في السيزنز الثانيين. My experience in Shark Tank, I can say it in some words. It was amazing. I thought that I would master it because in Brazil, I have already been used to watch two Shark Tanks. But when I got in front of them, it was completely different. So you can see from my face that it was thrilling. مشاركتي صعب أو صفة بشارك تانك لأنه كان حلم بلش صغير وقت كوفيد، وهلأ عم نفكر كيف بدنا نقلع للعالمية والوطن العربي يستفيد من هيك منتج صحي. إن شاء الله إن شاء الله The Broth Lab ما حيكون بس بالإمارات وبالجي سي سي، بس إن شاء الله كمان بالوطن العربي مثل ما قلت، وكل الناس تقدر تستفيد منه. والله صراحة أنا جدا جدا سعيد إن دخلوا الشاركس معي، مو بس شارك، بس تو شاركس دخلوا معي، اللي هو سعد فيصل بالهول والأخت أميرة السجواني. وإن شاء الله بنوصل هاي الشركة لأعلى المراكز. إحنا الحين تقريبا 14 مليون، بنوصلها إن شاء الله 10 times more إن شاء الله بإذن الله. كنت رايحة بجرب وبشوف إيه اللي ممكن يحصل، وطبعا كنت فرحانة جدا أن أنا مروحة وفي حد مصدق، حد زي أستاذ فيصل كمان مصدق في البزنس بتاعي، فكانت مفاجأة لطيفة وحلوة. عطاني تحفيز وعطاني دفع لأمام، لأن الشاركس هم بعد صد يعني they believed في المشروع وفي فحب it was كان شيء حلو، يعني التحفيز كان حلو وعطاني دافع، وحتى خاصة الكومنتس من الانستغرام ومن السوشيال ميديا من الناس اللي شافوا الحلقة أونلاين، كلهم كان عندهم يعني الفيدباك كان حلو.
وهذا كان أحسن تحفيز عندي. مشاهدينا، من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الفطر السعيد وبعد صيام شهر رمضان الفضيل ومن أبرز الطقوس التقليدية المتوارثة هي صنع كعك العيد. طبعاً معنا في الاستديو الطاهي محمد شبشول وأيضاً السيدة بتول رحال صاحبة أيضاً مشروع بي فري باي بتول. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بتول، يعني اليوم لا تكمل الفرحة بالعيد إلا مع الكعك الجميل، وإحنا من متى أنا وديالة نشوف بس ما قادرين ناكل لحد الآن. يعني خبرينا عن صناعة الحلوى والطقوس اللي هي ممكن تجري في صناعة تحضير الحلوى في العيد. تمام. هلأ هو العيد بلا حلويات ما بيمشي الحال أبداً، يعني مو بس العيدية والذهب، لا نحن بدنا نعمل الحلويات لحتى نجيب العيدية ونجيب ذهب العيد. فعندنا تشكيلة من الحلويات، أنا بالنسبة لي معمولي هو المهم، يعني إنه شيء صحي. يعني طلعنا من رمضان بعد القطايف والقيمات والكذا، فنحن هلأ جايين للصحي. نعم. طبعاً أكيد هلأ يعني الحلويات يعني أكيد كثيرة بالعيد، صحيح. فكل واحد بينقي اللي هو بيرغب فيه أكثر. نعم، أنا وايد على فكرة طلبت أكثر من مرة من معمولها وفعلاً لذيذ وصحي مثل ما قالت. تمام. فأنا آكل أكثر من حبه وما أحس بتأنيب بالضمير. فهذا المميز بي فري باي بتول، خصوصاً الأنواع والتشكيلة اللي موجودة. حسن تفضل، تقدر الحين تفضل دوق. أقدر أخذ يعني شوية؟ جرب. طبعاً أنت سئلي عادة لما أنا آكل. أيوة. بالعافية عليك. وفعلاً فرحة العيد بوجود مثل هاي الأشياء اللي موجودة على طاولة الطعام وفي الضيافة، ضيافة العيد. سيد محمد، طبعاً أنت زوج بتول وتشاركون في إعداد مثل هذه الأنواع من الأطعمة أو الحلويات، ولا تخصص الحلويات عليها؟ هلا بكل أمانة، أول شيء كل عام وأنتم بألف خير يا رب. مشروع بتول هو مشروع صحي بامتياز، يعني هو غير إنه شوغر فري، جلوتين فري، مصنوع بحب وعناية. فالناس اللي بدها تشتري هذا المنتج بدها تكون على وعي تام إنه هو توتالي غير الحلو اللي نحن بنعرفه اللي في السمنة والسكر و فطعمته غير، فيها طعمات مثلا الهيل، فيها طعمات الزعفران. هلا عم نشتغل ان شاء الله، اعطيتونا فكره كثير حلوه انه نشتغل على نكهات اماراتيه بالحشوات. هي كانت موجوده ببالنا بس انه كنت انا بدي اخذها شوي على غربي، لانه نحن هون اللي عملته بتول هو مالي من التمر اللي هو البلاد العربيه المعروفه فيه التمر. فالحشوه الرئيسي هو التمر والفستق والجوز، ولكن لقدام ان شاء الله في الرازبري، في النكهات الاماراتيه اللي عم نشتغل فيها. المشروع هو مشروعها انا، كان بالنسبه لي كبروفيشنال شيف حطيت لها الستريم لايننج لكل شيء، كيف تعمل الكونسستنسي بالطعم بالنكهات، كيف دائما نستخدم السكيل بالميزان بالبيت. لانه بتعرفوا الوالده الله يخليكم اهلكم بتساوي لكم مثلا اكل طيب، المره الجايه بيكون اطيب، المره اللي بعدها بيكون شوي طيب. هون شيء اسمه كونسستنسي، وخاصة بالحلويات لازم دائما نكون على بعد واحد من كل الانجريدينتس. فهذا اللي بتول اخذته مني بس، ولكن هذا كلياته شغله بكل امانه. ما شاء الله. وايد بتول، كيف الاستشارات بينك وبين محمد؟ يعني هو منو الان اللي يزعجك في الاستشارات؟ لا لا بالعكس، يعني محمد مثل ما قال هو الداعم، هو المطور. يعني دائما بدي اغير او اعمل شيء لازم اكيد انه ارجع للاساس، انه شو هيك تمام، هيك ظابط، هيك كذا. والتجارب كلها علي أظني، أنت تسوين هو يجرب. أيوة. هو يحكم إذا كان أيوة هو اللي بدوق بيعطي بقى دايماً 10. وايد حلو. بتقول أنت طول السنة تسوين معمول، لكن شو اللي يميز معمول العيد عندك؟ هلأ اللي بيميز معمول العيد أنه مثلاً ممكن يجي شكل الباكيجينج غير. هو مو بس هو دايماً معمول بحب، بس يمكن بالعيد بتصير انك انت بتهتمي بالتفاصيل اكثر، انك تقدميه كشكل اكثر. يعني هذا اللي بيلعب دور. نعم. وطبعا انت ما شاء الله عليك محمد كذلك، او اقدر اقول شيف محمد، شاركت في حتى تحضير كشكل، شكل الطاوله كيف نحطها في الصحون، لك ايضا هذه اللمسات الخاصه. هلا انا لانه كمان عندي بالاوتيل بساوي البوفيات كلياتها، بساوي السيت ابس. هاي شغله من المهام الاكزيكتيف شيف بيساويها، انه هاو تو سيت اب، كيف الرؤيه تبعه، كيف السيت اب وكذا، غير اني برسم وبلون وبحب اعمل ديكوريشنز وكذا. فهي شغله من الشغلات اللي انا بساعد بتول فيها كمان بتنقية الباكجينج، اللوجو، كيف يكون كل شيء سهل. انا بحب انا تعلمت شيء بحياتي اللي هو يكون سهل وسيمبل، نايس اند ايزي، يعني
يكون سهل وسريع وطيب ولذيذ صراحه. لذيذ المعمول والله، صحي جميل ما شاء الله، وصحي يعني. اي واهم شيء، اهم شيء انه صحي بعد، ما نمتن زياده بعد، محطوط بشكل جميل. انا بالنسبه لي طريقه وضع الحلويات والسيت اب مهم صراحه. اكيد انا عندي الترتيب وايد مهم. العين بتاكل صح، العين تاكل قبل الفم مثل ما يقولون. بتول ايضا اليوم ديالة بعد حسب ما عرفت ان بتول يعني تقدم ايضا دورات. تمام تمام. هلا انا عامله في كورس موجود اونلاين، هو كان في نيه اني انا اعمل كورس للمعمول، بعدين الناس اللي بتابعوا، في عندي ناس بالمانيا، في عندي ناس بكندا، في بامريكا، فانا مو قادره اني اوصل لهم، فاجت فكره انه اوكي طيب نيه موجوده معناته خلينا عن جد نعمل الكورس. صحيح. فأخذت رأي محمد وفعلا الحمد لله عملنا الكورس، حاطة فيه كل الديتيلز يعني من أصغرها لأكبرها، كيف بنعملهم يعني حتى القياسات، يعني استثمار للصحة. والجميل تفضل تفضل حسن. لا بس الحين باكل انا تريا بس اخلص الحين، ما مستحي انا تريا بس اخلص. يجيب دله القهوه. ايه يعني الجميل ايضا ان اليوم يعني في ناس يعني فعلا هم ياكلوا الجلوتين فري. تمام. وفي اشياء يعني خاصه بامراض السكري وهذا. تمام. فانت ناسبتي هذا الذوق عندهم. تمام. وهذه الفئه اللي تحتاج انه ما يكون في سكر. تمام. في تمام. الحلويات كيف تسوين عجينة المعمول؟ هلأ عجينة المعمول أنا بعملها ميكس بتوين الشوفان، اللوز، وبزر الكتان الذهبي حصرا. نعم. فهي قيمتها الغذائية فعلا عالية مثل ما أنت قلتي، إنه هي مناسبة مرضى السكر، مناسبة أمراض المناعة الذاتية، مناسبة حتى الأشخاص النباتيين لأنه نباتي 100%. يعني حتى وجود بعتقد زبدة جوز الهند وزيت الزيتون يعني رافع قيمته الغذائية كتير. واو فعلاً الواحد يأكل من فري باي بتول ويكون مطمن. شيف محمد خبرني كيف تتميز الحلويات العربية خصوصاً في الأعياد عن غيرها من الحلويات الأوروبية أو الفرنسية؟ شوفي هلأ حلوياتنا دسمة وطيبة. خلينا نحكي عن بلاد الشام، كلها معروفة بالبرازق والغريبة والبقلاوة، بس بالعيد دائماً نحكي عن معمول. طبعا بالخليج بنعرف دبي او السعوديه معروفين باللقيمات، معروفين صح. بالخبيص. ايه صح. خنفروش. إيه. انا دقته مره، هو انا بالله بانكيك. صحيح صحيح. هدول كلياتهم بيسهروا بايامات العيد، هلا هن بيكونوا شوي مخفيين، ولكن اللي بيمتازوا فيه مثل ما حكيت يعني بكش باي بلد بيمتاز بنوع حلو معين بيظهر سبحان الله باليوم العيد. هو ما يدري انه طول رمضان موجوده هالحلويات. اي هاي الحلويات يعني طول رمضان موجوده وبعد تزيدها في العيد يعني. طبعا موجودين. بس نحاول قد ما نقدر فعلا ان ندخل في طريقه او نقدر نقول الاكل الصحي، مكونات تكون فيها صحيه تناسب خصوصا مش بس اللي عندهم سكري، حتى نحن لا بد ان نحن نخفف او نحاول نختار دائما الاختيارات الصحيحه. صح. وانت وفرتي هذا المنتج. صح جميل. حابه تنوعين اكثر في المكونات اللي موجوده داخل المعمول؟ اكيد هلا ان شاء الله بالخطوه الجايه في حشوات جديده، مثل ما هلا هي الفكره تبع انه حشوات ممكن تكون مستوحاه من الحلى الاماراتي، فاكيد ان شاء الله لقدام اكيد في شغلات جديده. نعم. عادة اليوم احنا عندنا دائما تقديم الحلويات لها طريقة وكل واحد له ذوق في الحلويات، كيف احنا نراعي هذه الأذواق في الحلويات؟ هلا مثل ما حكيت لازم تكون الحلويات أول شيء تؤكل بانتظام. طبعا كثير حلويات بتروح مع الآيس كريم، فالناس بتحبها مع آيس كريم، أقل شيء البقلاوة. المعمول والبراز هذا بده قهوة عربي بعد منه عشان تعدل التيست. تقديمها مثل ما حكيت الناس بقى سبحان الله يعني الواحد أذواق. هل أنا مثلا الناس بحب الأرابيسك، يعني بحب الأسطواني الأرابيسك اللي جايب منها من يوم مثلاً. نعم. اللون الذهبي بيظهر كتير بشكل كامل خاصة عندنا ببلادنا العربية. نعم. الخشبي الود هذا كله. الحين محمد احنا سألنا بتول، هي تقول أنا استشير محمد. نعم. الحين محمد يستشير بتول بعد في الطبخ وشي. هلا بالطبخ بكل أمانة بكل أكلة بساوية جديد بالبيت باخذ رأيها. صحوني بس خلصها. أنا معروف بدبي بالأرتيست باي ذا واي، يعني بصحون بالبرزنتيشن. ف اي صحن بساوي قبل ما احطه على السوشيال ميديا عندي بالله شو رايك كيف لقيتي؟ ف
الاستشارة طيبة بين الزوجين. لازم محمد شبشول وسيدة أيضا بتول رحال، أنا سعيد جدا بتواجدكم وسعيد على إهدائي طبعا هاي الأطباق الشهية اليوم. خلاص صحوا هنا. شكرا على وجودكم معنا وزينتوا عيدنا بوجودكم بعمولكم اللي تسوونه، ونتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك وسعيد. شكرا لكم. شكرا. إذا وصلنا للنهاية لنهاية حلقتنا اليوم مشاهدينا هذه الخاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد. مبارك عيدكم وعساكم من العايدين والسالمين والفايزين بإذن الله. شكرا للمتابعة وكل عام وانتم بخير، ولا تنسوا الاستمتاع أيضا في أيام العيد الثلاث. إلى اللقاء. إلى اللقاء.